بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتاب. واللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. ما احكم امثالنا الشعبيه يا استاذ ابراهيم. اهلا بك يا باشمهندس واهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابه. اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. بس وانت كنت خايف منه؟ كنت خايف من فتره التوقف. انت خايف عليه؟ خايف ان احنا، ما هو انت عملت بدايه هائله وجهاز فني بيكتسب كل يوم ارضيه عند جماهيره واداء راقي جدا للنادي الاهلي، ورسائل الملعب بعمال بيضخها في الوسط الكروي والكل يشيد. كنت خايف من فتره التوقف ترجعنا الى لحظه ما نقدرش نبتدي نفس البدايه وما تأديش الى نفس النتائج ويدار من النادي الاهلي، لكن مع الحلقه هقول لك بقيه الراي. بالتاكيد بالتاكيد كل الاهلاويه سعداء النهارده جدا، كل اللي بيحب الكوره استمتع بمباراه الاهلي والجونه، انبسط جدا من الاداء الممتع. وطبعا زي ما المهندس عدلي اشار، زالت فكره الخوف من فتره التوقف الطويله. صحيح ان العوده فيها بعض التحفظات من الناحيه البدنيه، لكن المكنه هتشتغل وهتطلع قماش كتير جدا وكبير قوي كمان. حلقة مهمة فيها أربع عناوين. الأهلي على الريد كاربت في الجونة. ها، وإيه تاني؟ حقوق لا تسقط بالتقادم. رموز تاريخية ودروس مستمرة. ومكاسب أخرى أغلى من الذهب. فقرات أربعة مهمة جدا، إن شاء الله نلحق نستعرضهم مع حضراتكم. لكن بعد الفوز على الجونة النهاردة، الأهلي اطمأن على فرقته قبل السفر بكرة إن شاء الله مباشرة الثلاث إلى تونس عشان يواجه النجم الساحلي يوم الجمعة في مستهل دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، البطولة المحببة المفضلة الكبيرة اللي اشتاق لها جمهور الأهلي. وإن شاء الله بهذه الدفعة المعنوية الهائلة يقدر الفريق يمشي خطوات متتالية يا باشمهندس. ده يقودنا بقى ان انا اكمل لك ولا لسه شويه؟ لا تكمل. انا كنت خايف من شويه حاجات. يعني الثقه المطلقه في ريني فايلر من لدى الجماهير والاعلام والمحللين. كنت خايف ان البدايه بعد التوقف تهزها. لكن حقيقي حقيقي المباراه دي بتعني حاجه مؤكده. ان دور الجهاز الفني فعلا موجود كبير وبقوه، والبصمه موجوده. عندنا تحليل كامل طبعا لمكاسب وقوف البطل على الريد كاربت. الريد كاربت السجاده الحمراء في المهرجانات، ومهرجان الجونه واحد من المهرجانات اللي الناس استمتعت بيه في الفتره الاخيره ولسه خلصان. لكن كمان النهارده في صراع الدوري، انبي بيكسب الزمالك 2-1. انبي كان بطل البدايه والنهايه، سجل في الدقائق الأولى وسجل في الدقائق الأخيرة عشان يفوز 2-1. مش وبكرة في الدقائق، ده في الدقيقة، في الدقيقة الأخيرة الأولى والدقيقة إن بتقدم في الثانية 22 عن طريق محمد بسيوني. الزمالك تعادل بضربة جزاء مثيرة للجدل هنشوفها إن شاء الله في الحلقة. وفي الدقيقة 91 سجل محمد شريف هدف إن بالقاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع. بمناسبة دوري الأبطال وسفر الأهلي إلى تونس، الاتحاد الأفريقي بيجري تعديلات على مواعيد دوري الأبطال في نسختها الحالية. أعلن الكاف عن موعد المباراة النهائية اللي لغاية دلوقتي ما تحددش ملعبها إيه، لكن هي ملعب واحد، مباراة في ملعب محايد، مش شرط محايد، هو هيحدد أو حدد أربع أو خمس أماكن هيسميهم مبكرا ويختار منهم. يعني استاد القاهرة، استاد الخرطوم، استاد مازيمبي، استاد في جنوب افريقيا، ومركب محمد الخامس في المغرب. فلنفرض افرض الرجاء او الوداد او ايا منهم طرف في المباراه النهائيه، او استاد القاهره لو تم اختياره. فهو ممكن لو القاهره والمغرب مش طرفي المباراه او طرفي المباراه يبقى في الخرطوم. يعني هو معنى اختيار عدد من الاستادات انه يقدر يعمله في ارض محايده، مش معقول هيلعب ماتش واحد في ارض صاحب في أرض احد الطرفين. احد الطرفين هو ده اللي هيحسم. لكن الاتحاد قدم موعد انطلاق الجولة الرابعة، هو التعديلات كانت على الدور الثاني من دوري المجموعات. تعرفين كل مجموعة فيها أربع فرق، الدور الثاني لدوري المجموعات يعني مرحلة الإياب من الجولة الرابعة
عدل الميعاد من 10 الى 12 يناير بدلا من 14 ل 16 فبراير، قدمها شهر كامل. الاهلي والزمالك في دوري الابطال والمصري وبيراميدز في الكونفدراليه. المواعيد الجديده كانت يا باشمهندس في الجوله الرابعه من 10 الى 12 يناير، الجوله الخامسه من 24 ل 26 يناير، والجوله السادسه اللي هي ختام دوري المجموعات هتبقى من 31 يناير ل 2 فبراير. وبعد كده يوم 9/2 هيعمل قرعه الدور ربع النهائي، وحدد لكاس السوبر 14 فبراير الزمالك والترجي في الدوحه 14 فبراير. لدوري الابطال هيلعب ربع النهائي من 28 فبراير ل 1 مارس. العوده اياب ربع النهائي من 6 ل 8 مارس. هيلعب السيمي فاينل في شهر مايو من 1 ل 3 مايو ومن 8 ل 9 مايو. يعني من مارس لمايو مفيش ماتشات. نهائي دوري الابطال 29/5. ونهائي الكونفدراليه 24/5 قبلها بخمس ايام. ده الشكل الجديد او المواعيد الجديده، انك في شهر 5 تكون خلصت دوري الابطال. لو قدرنا نخلص كمان الدوري المصري في شهر 6 يبقى عندك ترتيبه كويسه. يبقى كده انت عندك تقدر تاخد شهر 7 راحه وتبتدي تستعد بشكل جميل وسليم زي عباد الله اللي بتلعب كوره على مستوى العالم. نتمنى ده. الجهاز الطبي للاهلي طبعا وهو بيجهز كل لاعيبته، الدكتور خالد محمود عمل اتصال مع حمدي فتحي ومحمد محمود، الاثنين موجودين في المانيا للعلاج بعد الجراحه اللي اجريت لكل منهما للاطمئنان على حالتهم وعلى البرنامج العلاجي التاهيلي الخاص بيهم. امبارح اتحاد الكوره او اداره المسابقات عملت قرعه كاس مصر، بالتاكيد حضراتكم عرفتوا الاهلي هيلاعب الترسانه او بني سويف، هتبقى يوم 3/12. الاهلي وبني سويف يوم 3/12 الساعه 7:30 في استاد القاهره. كويس قوي احنا بقينا بنحدد بالساعه بدري بدري جايين في الكاس بس. طيب الفايز من الاهلي وبني سويف هيلاعب الفايز من انبي والترسانه. طريق الاهلي في الانتاج الحربي هيلاعب ابو قير، وحرس الحدود هيلاعب بتروجيت، الاتحاد هيلاعب النصر، اسوان هيلاعب طنطا، المقاولين هيلاعب الجزيره مطروح، والمصري هيلاعب انا، ودول الثمان ماتشات اللي في سكه بعض. الشطر الثاني الزمالك هيلاعب الشرقيه والفايز منهم هيلاعب الفايز من سموحه والعبور. في سكه الزمالك وادي دجله هيلاعب بيلا، اف سي مصر هيلاعب الجونه، طلائع الجيش هيلاعب ديكيرنس، مصر المقصه مع فاركو، الاسماعيلي هيلاعب الاعلاميين، وبيراميدز هيلاعب النجوم. اذا المصري والمقاولين والاتحاد وحرس الحدود والانتاج دي في سكه الاهلي. الاسماعيلي وبيراميدز والمقصه وسموحه دي ابرز الفرق اللي بس ما هو كمان وادي دجله دي ابرز الفرق اللي في طريق الزمالك. عربيا بقى بمناسبه الاتحاد الافريقي وقرعه دوري الابطال ونظامها الجديد اللي هتاهل لبطوله العالم للانديه، الهلال السعودي تاهل لكاس العالم للانديه كبطل لاسيا، عمل نتيجه كبيره جدا. عقبالنا وفاز عقبالنا ان شاء الله بعد ما فاز على اوراوا الياباني 3-0 في مجموع المباراتين. كان الملاحظ الامير عبد الله بن مساعد رئيس نادي شيفيلد الانجليزي بعد فوز الهلال بكاس اسيا كتب على تويتر من قيادات الهلال التاريخيين جمله بيحيي فيها الاهلي ضمنيا، لكن برضه ده بيستوقفنا او بيدفعنا ان احنا نتوقف عند رقم الاهلي الاعجازي. قال عبد الله بن مساعد: اما الاعجاز الاصعب فهذا يضمن ما شاء الله لا قوه الا بالله، يضمن 45 موسم متتالي بدون غياب الهلال عن بطوله لاكثر من موسم. مفيش يعني موسم يطلع من غير بطوله. مفيش اكتر من موسم، يعني لا ممكن يطلع موسم من غير بطوله بس ما يغيبش موسمين ورا بعض. فبيقول: من يضاهينا في ذلك في دول العالم المعتبره كرويا؟ ليس في البريمير ليج ولا ايطاليا، ربما الاهلي المصري او برشلونه او ريال مدريد. دول الثلاثه هي دي مكانتك اللي اعتبر دول اللي قادرين على مضاهات اعجاز الهلال. هقول لك على سبيل المضاهاة وسبيل الاعجاز بقى، والرقم اللي ربط عليه الامير عبد الله بن مساعد فكره ال 45 موسم متتالي. الدوري المصري لما رجع بعد توقف من بعد حرب اكتوبر رجع في موسم 74/75. في ال 45 موسم دول الاهلي ما غابش على منصه التتويج الا مره واحده. مش فكره ما فيش موسمين ورا بعض، لا، هي مره واحده موسم 2001/2002 الاهلي غاب فيها على منصه التتويج، فيما عدا ذلك على مدار ال 45 موسم
كل سنة ليك فرحة بل عدة أفراح، يعني أحيانا تاخد الثلاثية وأحيانا تاخد أربع بطولات، لكن ما حصلش إن أنت بعدت عن المنصة خالص إلا موسم 2001-2002. ده الموسم اللي يعني اللي اتنشلنا في آخر ثواني في المحطات الأخيرة، هو موسمين ورا بعض. راح مننا الدوري مرة للإسماعيلي ومرة للزمالك، مرة بالتعادل مع المحلة ومرة بالخسارة من إم بي. طيب الاتحاد الأفريقي كمان أعلن قوائم المرشحين لجائزة الأفضل، هيتم الإعلان عنها في الحفل اللي هيقام في الغردقة، وده شيء كويس، يوم 7 يناير إن شاء الله المقبل. الغردقة هتستضيف حفل أوسكار الكاف لإعلان جوائز الاتحاد الأفريقي للأحسن خلال العام. الاتحاد الأفريقي ذكر امبارح القوائم اللي تم اختيارها عبر متخصصين سواء في الإعلام أو في اللجنة الفنية ليه، وحدد عدد كبير من الأسماء، طبعا أسماء أولية لأنه بيتم الفرز بينها والتصويت عليها تباعا، سواء فيما يخص المحترفين في الداخل، يمكن حتى المحترفين في الخارج، طبعا فيها محمد صلاح وفيها تريزيجيه ضمن المحترفين في الخارج. جائزة أفضل لاعب محلي فيها علي معلول، فيها أنيس البدري من الترجي، فيها فرجاني ساسي التونسي لاعب الزمالك، فيها محمود علاء لاعب الزمالك، فيها طارق حامد لاعب الزمالك، و عدد كبير من اللعيبه المحترفه في الداخل والمحترفه في بقيه الانديه. ده كان فيما يخص اللعيبه المحترفه داخل القاره. ضمن لاعب افضل لاعب صاعد في اكتر من لاعب بيتنافس عليها، لكن اعتقد يعني انا ملاحظ في قائمه المدرب كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق على راس قائمه المرشحين. بص يا استاذ ابراهيم، مؤكد ان نتائج الفرق في البطولات الافريقيه بتحط لاعبتها ومدربينها في دائره الضوء. فوز الزمالك طبعا بالكونفدراليه خلى ان مدربه يكون موجود ضمن المرشحين. وخلى ان برضه لعيبته تكون موجوده ضمن المرشحين. اعتقد ان غياب الاهلي السنه دي مبكرا عن حتى المباراة النهائية يعني ظلم لعيبة كتير عنده. طيب جيت لك بقى للريد كاربت. لما تيجي قبل ما نروح بس الريد كاربت نعمل اللي علينا قبل ما ننسى. ولازم أقول من هنا احنا بنعلن دعواتنا ودعمنا وتضامننا مع أحمد سعيد الإعلامي اللي اتعرض هو وأسرته لحادث سيارة غريب. لان سياره تخبط ناس على الرصيف. يعني مش طبيعي. وهو مصاب اصابات يعني كبيره، كسور ومسامير، وهيتعالج بره. وانا قريت له يعني تويته بيقول فيها انه بيشكر النادي الاهلي، بيشكر معالي تركي آل الشيخ لانهم اهتموا بيه، وان هم يعني بيحتووه في هذه الازمه وبيطمنوه على علاجه. كل الدعم والمؤازره للزميل العزيز في ظرفه، والحمد لله ان اولاده واسرته بخير. الف سلامه على الزميل احمد سعيد، وان شاء الله تكون فيها تحقيقات تكشف عن هذا الجاني. هو حدث، هو بيقول لك العربيه جريت، حتى انا مندهش ما لحقوش ياخدوا ارقامها ولا اي حاجه. ربما اتخذت ارقامها، وفي يعني تعرف في الحوادث اللي زي دي ما بيتقالش كل المعلومات حرصا على سلامه التحقيقات. يعني ربنا معاه وربنا يظهر الحق والحقيقه ان شاء الله. الريد كاربت، الريد كاربت السجاده الحمراء في المهرجانات السينمائيه لا يقف عليها الا الابطال. وطبعا مهرجان الجونه السينمائي الاخير كان واحد من المهرجانات الكبيرة في صناعة السينما العالمية. راح الأهلي الجونة النهاردة، الناس زي ما المهندس عادل أشار في البداية كان في تخوفات، وتخوفات منطقية، انت راجع بعد فترة سدت الأربعين، الدنيا نشفت خالص، واللعيبة يعني المدير الفني للمنتخب الكابتن حسام البدري بيشتكي من ده، انه العرض السيء جدا للمنتخب سببه طول فترة التوقف، اللي التوقف كان لأجل المنتخب أو هكذا قيل. لكن ريني فايلر النهاردة بيقدم لنا عرض سينمائي مبدع. لعيبة الأهلي
في وضع حركة باستمرار، وده يمكن الشكل التكتيكي الهائل جدا. الفريق في حالة حركة طوال فترات المباراة. تيجي ناخد الماتش بقى ونتكلم وناخد اتفضل. راحتنا كلنا يعني. اتفضل. لأن الحقيقة في كلام كتير يتقال في قول. فترة التوقف كنا بنقول مالهاش مبرر وأضرت بالكرة المصرية، وكنا متخوفين انها تضر فرص تفوق الأهلي اللي كان في أحسن حالاته قبل التوقف. شغل المدربين هنا بقى، يعني الشغل اللي يتحسب للمدير الفني امتى؟ أيوة. لما يبقى فريقه معظمه في المنتخبات القومية، سواء المحترفين أو المنتخب الأولمبي أو المنتخب الكبير، فبيشتغل على المجموعة اللي موجودة معاه. أيوة. بعدين كمان يتعرض لإصابات مؤثرة في ألمع نجومه. يعني ثلاث أربع إصابات، وعدم عودة الإصابات أصلا زي كريم ندفد وزي سعد سمير اللي مؤخرا رجع. وكان حتى مروان محسن إصابته برضه مأثرة على حتى في عودته، هو لسه مش بكامل لياقته وجرأته. لكن مؤكد ان هو هيتعافى ماتشين ثلاثه، هتلاقيه مروان اللي احنا عارفينه. كل ده كان بيخليني قلقان جدا. هو كان والو ديانج برضه قالوا عنده شد، اجاييه مش عارف ماله، عشنا حالات من التوتر. لذلك انا كنت بقول لك ايه، ابوس ايدك ما تكلمني، ما تقراليش خبر اصابات. تذكر انت لاحسن نتعور، لا احسن احنا نتعور بقى. فالمدرب بقى هنا قيمه الجهاز الفني وتاثيره. انه يقدر يشتغل على المتاح دون ان يهتز السيستم والشخصيه واسلوب الاداء. يعني حتى هو لما رجع له لعيبه الاولمبي ما خدش رمضان، ولجا له في الفترات ربع ساعه الاخيره من المباراه. فواضح الراجل ده وهو بياخد خطوه محليه بيفكر في الأفريقية، وبياخد الأفريقية بيفكر في المحلية، عنده بلان، بيفكر في الإصابات، بيفكر في البدلاء. الحقيقة يشعرك أنك تطمن لوجود هذه العقلية وهذه الشخصية. راجل معني جدا جدا بالتفاصيل، وهو حتى تصريحه قبل المباراة أعد لمفاجأة، وبإذن الله هتكون مفاجأة سارة في مباراة الجونة. احنا ما شعرناش أن في أزمة لعيبة أو أزمة تنفيذ أو أزمة جماعية أو أزمة، يعني الأهلي بالطبع بتاعه موجود. وكان مقلقني أكتر العشم اللي عنده الجمهور. الأهلي وحشنا، الأهلي وحشنا، الحمد لله. الأهلي حبيبنا، كانت نبرة. الأهلي حيرجع. يعني هم متأكدين هيشوفوا شيء يمتحهم. فكنت خايف يخيب أملهم بطريقة أو أخرى من جراء التوقف. فيأتي الفريق عند الوعد ويديلهم الجرعة اللي هم منتظرينها. حقيقة كل التهنئة للجهاز الفني وللاعبين، وأيا هنا نقدر نقول الأهلي بمن حضر حقيقة هذا الفريق بالمجموعة بتاعته بقوامه الصغير والكبير والدولي والغير الدولي وأصحاب الخبرة، يعني كلها، حتى توظيف وليد سليمان انه يخش يجيب جوان من المنطقه من جوه كده برقم 10، هو يعني بيحل المشاكل بتاعت الفرقه فعلا بالموجود، والموجود عند الموعد ما بيخزلش. انت النهارده استحواذ الاهلي 61%، انت بتلعب مباراه بره الارض في ملعب الجونه، الناس كلها كانت بتتكلم اصله الملعب مفتوح وتيارات هواء و و و، كانت في تخوف من طبيعة ملعب الجونة. لا، هو مباراة صعبة وتوقيتها صعب، وانت هتسافر وخارج عندك كم إصابات وعندك لعيبة راجعة من المنتخب الأولمبي مجهدة مش قادر تستعين بيهم. دي نقطة تانية. انت كان يعني من ضمن المخاوف اللي ما كنتش بصرح بيها، ما اللعيبة ممكن تبقى خايفة عشان المشوار الإفريقي، هتطلع على مطار على تونس على طول. فتبص تلاقي اللعيبه بتلعب بهذه الاريحيه وهذه الجماعيه وهذا الضغط، وهذا يعني يفقدوا كره عشان يجيبوها تاني ويبتدوا هجمات تانية. حارس مرمى واخد الامور بجد حتى في الهجمات القليله، لا بيتعامل بثبات وبقوه وبثقه يطمئنك.
خط الدفاع الحمد لله بهذا التماسك. في كمان كان 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 تخوف انك انت على قد ما الناس تقول لك اصل الجونه عدد كبير من لعيبه الاهلي سواء المعارين طبعا مش مسموح لهم يلعبوا، بس اللي تم بيعهم واللي انتقل واللي سبق ليهم اللعب في الاهلي عندهم دوافع تانية، عندهم دوافع اثبات الذات اللي هي اقوى من اي شيء في الظرف ده. لا خلاص بقى ده بيمثلوا فريق بشكل نهائي. ده دول اللي انتقلوا انتقال نهائي بالظبط. اسلام محارب، بركات، عمرو بركات، عمرو بركات الجون، رضوان، يعني لا دي ناس، سعداوي، السعداوي ولؤي، لا واللي سبق ليهم زي جده، زي وجده طبعا يعني، واحمد علي لعيبه كبيره، واحمد علي يعني لعيبه كبيره جدا. ولكن الحقيقه هتعمل ايه؟ الاهلي كويس الحمد لله. 61% نسبه استحواذ بخطوره بمواقف هجوميه متتاليه، يعني هو اربعه وفي بحاله حركه دايما، في اكثر منهم ضاعوا يعني. صحيح. طيب امبي كمان كسب الزمالك 2-1 علشان يبقى شكل جدول الدوري بهذا الشكل. الاهلي في صداره الدوري ولسه له مباراه مؤجله زياده عن بيراميدز. بيراميدز بكره هيلعب مباراته في هذا الاسبوع، هيبقى فرق على الاهلي ماتشين كمان. ولكن برغم كده الاهلي في الصداره عنده 12 نقطه وبيقل ماتش عن الزمالك ويقل مباراه عن بيراميدز. 12 نقطه للاهلي، الوحيد ما كسب كل الماتشات 4 من 4 4x4، سجل 14 هدف ليكون اقوى هجوم حتى الان، دخل مرمى هدف واحد علشان يكون افضل دفاع حتى الان. لو قارنا الاهلي بالزمالك مع انه الزمالك لعب ماتشات اكتر، الزمالك سجل 6 جوان ودخل مرماها 4، فالصافي بتاعه هدفين. الاهلي سجل 14 ودخل مرمى هدف، امسكوا الخشب. بيراميدز سجل 11 ودخل مرمى 5. فالاهلي افضل هجوما، اقوى دفاعا، والاعلى فوز 4 من 4. العلامه الكامله الحمد لله، وربنا يكملها على خير. كل ده بقى ارجع تاني بقى للايه؟ للمخاوف اللي بحب اعيش فيها. كل ده على جنب، ومشوار تونس ده على جنب، نجم الساحلي. هذه هي بداية تقول لك بقى في الماتشات اللي جد بره أرضنا شكلنا هيبقى عامل إزاي. ربنا يجيبها سليمة، وهو حسن انفعل رايح لعيبة معينة عشان ما يجازفش بيها، ألو ديانج وحط رمضان لعبه فترات عشان يحط رجله في الملعب، بس قليلة آخر 10 دقايق بس عشان لكن الحقيقة يعني نتمنى ان احنا نواصل الطمأنينة في مباراة النجم الساحلي. طيب بعد الوقوف على الريد كاربت بامتياز، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة بيوجه الشكر للعيبة، بيقول ان هم كانوا فعلا رجالة وعند مستوى الثقة فيهم، أدوا مباراة كبيرة جدا، لعبوا بمنتهى الجدية والإبداع والإمتاع. وقال الكابتن سيد وهو بيعدد مكاسب النهاردة إن احنا حققنا فوز مهم جدا رغم العودة من فترة التوقف الطويلة، وقال إنه الجهاز الفني حقق أهدافه من معسكر الإعداد خلال فترة التوقف في معسكر الإمارات، وقال إن لعيبة الأهلي كانوا النهاردة مبدعين جدا وحققوا مكسب مهم قبل مواجهة النجم الساحلي، المباراة اللي وصفها بالصعبة، وقال ان الفريق قادر على اضافه مزيد من الاهداف، كان النهارده يقدر يزود اهدافه كتيره لكن عدد كبير من الفرص ضاع. وجه الشكر تاني للعيبه وقال عندنا ثقه ان شاء الله ان احنا نستمر على هذا الاداء الممتع. تلاحظ الكابتن سيد ما سافرش وسبق الفرقه كالعاده. سافر سمير عدلي بس. ده دليل ان يعني الجهاز الفني محتاجه في شغل يخص الفرقه في الفتره دي، يبقوا مع بعض ان شاء الله. ها وايه تاني؟ دي فقرتنا التانية، ده الإفيه اللي أطلقه الفنان محي إسماعيل الفترة اللي فاتت، وبقى يعني إفيه يغزو الكل. ها وايه تاني؟ أنت عملت ده، ايه تاني؟ الحاوي يستحق الحقيقة. وليد سليمان النهارده هاتريك. حاولنا يعني بص مبدئيا أنا باشمهندس، وليد سليمان تم توظيفه النهارده صنع ألعاب، ورجع مجدي قفشه انه يبقى هاف ديفندر تاني مع عمرو السوليه. وليد في منطقه لعب رقم 10 صانع اللعب كان في الحته دي. نتوقف عند دي.
التعديله دي بتقول ايه؟ بتقول الراجل لا يستطيع ان يجد الحلول عند الازمات من داخل الفريق. يعني لا مجدي قفشه لعب قبل كده مدافع هاف ديفندر يعني وليد سليمان لعبها قبل كده بس ما لعبهاش بالطريقه دي. ايوه وليد في ثلاث ملاحظات او الملاحظه الاساسيه، بص هو وهو متاخر في مكان صانع اللعب بيستغل مهاره الشوتينج بالقذيفه اللي سجل منها الهدف الاول، والمره دي قذيفه ارضيه. بس بص التنوع بتاع وليد سليمان، انت النهارده استخدمته صانع لعب، نزل لتحت وعمل شغل كتير، بس كمان في فترات كتيره جدا كان فروت صريح. بص اتفرج سجل بكل الاوضاع، تتلعب له اولا في القلب يشوط، الجون الثاني عامل فولو لواحده جايه من اليمين بالهد. الجون الثالث فولو لكوره جايه من الشمال بدماغه، يعني مستغل الطرفين ومستغل القلب كمان، بيشوط من العمق ويشتغل مع الطرفين. اذا هو مع حركه الكوره قبل الوصول لما بيلاقي اللعيب هيرجع لورا بيأخر شويه، هيلعب بالعرض بيندفع في العمق. دي ادوار، دي بتبقى شكل اسلوب لعب وتعليمات مدربين. ايوه زائد بقى هو بيستفيد بمهارته، بسم الله ما شاء الله، في ثانيه بالظبط الغمزه، الغمزه دي غمزه يعني يعني مش بيفاجئ بالكوره، بيبتدي يعدل يعمل ما بتهربش منه الحمد لله. لا وليد سليمان بسم الله ما شاء الله حاجه، الحاوي نقط بطاقيته بقى محطات تاريخيه طبعا يتوقف قدامها، من اللعيبه التقال مؤكد تقال من العناصر كمان ما شاء الله في اخلاصه وفي انتمائه، حاجه فعلا تسعد. وليد سليمان بهذا الهاتريك، وقصه الهاتريك حتى يمكن مهم ان احنا نقول لكم يعني ايه هاتريك، لانه حتى جمهور الكوره هو بيكررها، هاتريك رفع القبعه. وقال لك اللفظ اصلا بدا في انجلترا 1868 في مباراه كريكت، لاعب سجل ثلاث نقط متتاليه فرفعوا له القبعه. بقت نفس الحكايه بعد كده، انك باستمرار اتقال انه قبل كده في نهائي كاس انجلترا الملكه فيكتوريا كانت موجوده، فلاعب من شيفيلد فاز او سجل ثلاث اجوان فرفع لها القبعه تحيه، فصار يعني هي في النهايه اختراع انجليزي ومعناها رفع القبعه تعظيما للي سجل ده، فبقى اي حد بيسجل ثلاث اهداف يترفع له القبعه هاتريك ككلمه انجليزيه. ال 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 وليد سليمان الهاتريك رقم 38 في تاريخ الاهلي. لما يكون الاهلي اكثر الانديه في المسابقه احرازا للاهداف يبقى اكثر الانديه كمان تسجيلا للقب الهاتريك. هاتريك والسوبر هاتريك كمان. والسوبر هاتريك، بس هو السوبر هاتريك اللي هو يا جماعه اربع اجوان. او اكثر. وليد سليمان الهاتريك رقم 38 في تاريخ الاهلي. مين ابرز او مين اعلى حد عمل هاتريك؟ اول هاتريك في تاريخ كرة القدم الأهلوية كان الكابتن فؤاد صدقي الله يرحمه. ده كان عمل هاتريك في الدوري، الهاتريك اللي في الدوري فقط. سجل ثلاث أجوان في مرمى الأولمبي في 29 أكتوبر 1948، الموسم الأول للدوري. الأهلي بدأها بهاتريك. فؤاد صدقي أول موسم أول هاتريك في تاريخ المسابقة وأول هاتريك في تاريخ الكرة الأهلوية. على مدار 38 هاتريك للأهلي في الدوري كان الكابتن محمود الخطيب هو كابتن الهاتريك بقى، هو الوحيد اللي عامل ثلاثة هاتريك، ثلاثة في ثلاثة. الخطيب عمل ثلاثة هاتريك، نجح في تسجيل في ثلاث مناسبات مختلفة في الدوري فقط. سجل اثنين هاتريك بقى، يعني كابتن محمود الخطيب ثلاثة هاتريك. اللي عندهم اثنين هاتريك الكابتن توتو والكابتن سيد الدوزوي والكابتن سيد صالح عليهم رحمة الله والدكتور طه اسماعيل ربنا يديله الصحه وطول العمر. كابتن توتو عنده واحد هاتريك واحد سوبر هاتريك. دول كل واحد فيهم عمل الهاتريك مرتين. وليد سليمان احدث المنضمين لنادي رفع القبعه لهؤلاء الهدافين الكبار في تاريخ النادي الاهلي. مباراه النهارده زي ما قلت لكم الاهلي فاز على الجونه. خالد بيبو بقى عنده هاتريك افريقي وسوبر هاتريك في الدوري المحلي الدوري. امام الزمالك. ما هو انا ما عدتلكش اللي عنده هاتريك واحد. احنا قلنا كابتن الخطيب ثلاثه وكابتن الدوز وكابتن طه اسماعيل وكابتن توت وكابتن سيد صالح في موسم واحد اثنين هاتريك. خالد بيبو خد هاتريك
قدام سان داونز وسوبر هاتريك قدام الزمالك. مباريات الغد في الاسبوع السادس، نادي مصر هيلعب مع وادي دجله، مصر المقاصه هيلعب مع حرس الحدود، يوم الاربعاء طنطا مع سموحه، وبيراميدز صاحب المركز الثاني دلوقتي هيلاعب اسوان. دي كانت قصه الاهلي على الريد كاربت في الجونه، وها ايه تاني الحاوي واللي فتح سجل الهاتريك في تاريخ الكره الاهلاويه. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل او دلوقتي هنسمعكم، وده شيء على الحقيقه المهندس عادل اشار لي قبل كده انه في ناس من الشعراء يعني الحاله الفنيه الهائله لفريق الاهلي بيحرك القريحه بتاعته فبتلهمه. فكتب الشاعر هاني عثمان بعض الابيات في حب الاهلي هنسمعها، ومنها نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف كيف ان هناك حقوق لا تسقط بالتقادم. تسلم ايدين اللي يبنوا، يسلم لسان اللي يسمى، العظمة أصل في معدنه واسمي صحيح على مسمى. دي كلمة أهلي مش يفطى على نادي، ده أهلي بجد، ده حائط صد، هرم رابع راسخ في الأرض، وحبه في قلبي زي الفرد، ده أجمل حاجة في بلادي، وكل دروسه بمواقف، ده جامعة ودولة مش نادي، ده علمني وأنا حالف أعلم حبه لولادي، ومن تقاليده بتعلم قاموسي في الحياة الأهلي، وحاسب قبل ما اتكلم، وده اتعلمته من الأهلي. عمر لطفي بنالنا سعد، ومختار بذرة وزرعها، فطرحت وحش كان صالح وغالي وقيم وزعها. أمين بمبادئه كان سامي، في عز الظلم كان عادل، ومجري ونسره في العالي لأنه من الأساس كامل. وأنا الأهلاوي ذات حمدي وثابت عمري ما حسيبه، ومين زيي ومين قدي وأنا رئيسي كمان بيبو. لو البطولات بتتكلم هتسألني وتندهلي، تعال وصلني للأهلي عشان بعشق دواليبه. أهلا بحضراتكم من جديد. كيف أن هناك حقوق لا تسقط بالتقادم؟ فقرة مهمة هنتناولها، لكنه جمعة وسبت كان حدث مهم في النادي الأهلي. جمعية عمومية، الجمعية العمومية العادية السنوية، حصل فيها اللي ما حصلش قبل كده، بس ده بموجب اللائحة الجديدة، إنه النصاب القانوني يكتمل لكن الانعقاد لا يتم. في الانعقاد الثاني، انعقاد الأول كنت محتاج يوم الخميس 50 أو يوم الجمعة 50% زائد واحد، وده ما بيحصلش، يعني عمليا ما بيحصلش. في الانعقاد الثاني عايز 5000، حضر 5000، وقعوا 5194 تقريبا. لكن ليه الانعقاد ما تمش؟ لأنه اللائحة بتقول لو اكتمل عدد اللي سجلوا أسمائهم ومضوا حضور 5000 يبقى اكتمل النصاب القانوني. الجهه الاداريه بتيجي داخل القاعه عشان تبدا وقائع انعقاد الجمعيه ومناقشه جدول الاعمال المعروض عليها، لازم اللي موجودين داخل القاعه يكونوا 50% من الناس اللي سجلت اسمائها. فبالتالي ال 5149 او 194، يعني انت محتاج، خلي بالك ده منطقي، ده تعديل منطقي يا استاذ، 550 وكسر كمان، تعديل منطقي. ليه؟ لقوا اللي موجود، بس عشان اكمل، لقوا اللي موجود داخل القاعه 600 واحد فقط. ما ده اللي انا عايز اقوله بقى. فلم يتم الانعقاد. مش معقول ان انت تمضي وتروح وتبقى حضرت. لا يعني انت، هو انت بتمضي ليه؟ عشان تناقش جدول الاعمال اللي فيه الميزانيه وفي بعض الامور الاخرى. أيوه. قد تكون في غايه الخطوره. ايوه. يعني في امور قد تمس بقى استراتيجي النادي الاهلي كله وسياساته. فلما تيجي على الاقل يبقى نص اللي مضوا موجودين، على الاقل يبقى اللي موجود فوق ال 2500 واحد، لان هو النصاب القانوني لازم يكون فوق ال 5000 بالظبط. فلو انت في 6000 يبقى لازم موجود 3 عشان
مش معقوله 600 واحد. بقى رجعنا تاني لفكره هو 600 واحد اللي هم هيبقى لهم غرض ان يتكتلوا عشان يا يأيدوا يا يعارضوا. يعني عندهم هدف، انما عندهم وجهه نظر متماسكين انه يحضروا. طيب معانا على الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي عشان يحطنا في الصوره من كل ما حدث وايضا ترتيبات المرحله الجايه. سياده العميد اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. مساء الخير يا فندم. مساء الفل، تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن عادل. طبعا اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا محمد بيه؟ يعني ادينا كده الاجواء، لان كان في طبعا هواة اطلاق الاشاعات و الضرب تحت الحزام. يعني انا مشيت من النادي كانت الساعه 5 وشويه بعد ما عرفت ان مفيش جمعيه عموميه، رحت ماشي، فروحت لقيت كلام ان في خناقات وضرب ومش عارف. احكي لنا ايه بقى. لا الحمد لله طبعا مفيش الكلام ده خالص، والامور ماشيه طبيعيه، وكان يعني يمكن يومين احتفاليه اكثر ما هي جمعيه عموميه شارك فيها اعضاء النادي الاهلي. انا سامع حضرتك بتقول يعني ال 5000 المفروض يحضروا 50%. النهارده النادي الاهلي 176,000 عضو لهم حق التصويت في الجمعيه العموميه. لائحه النظام الاساسي او دستور النادي الاهلي اللي اعتمدوا 17,000 عضو من اعضاء الجمعيه العموميه، وكلنا كنا متابعين هذا الموضوع. النهارده احنا وضعنا في هذه لائحه النظام الاساسي اللي الجمعيه العموميه تكتمل ب 5000، ولو جينا برضه فكرنا كابتن عادل يا استاذ ابراهيم هتلاقي ده عدد قليل جدا برضه بالنسبه ل 176,000. ولكن النهارده برضه احنا قلنا 5000، ويكون النهارده عشان خاطر تكتمل ويبقى في النقاش 50%، وده متهيألي يعني 50% ل 5000 2500 عضو عشان يبقوا طالبين النقاش. دي حاجه يعني فين، رغم من 176,000 و5000 فقط لا غير، ده عدد قليل جدا. صحيح. ولكن على الكل طبعا الحمد لله رب العالمين. انا يعني الناس كلها دي بتقول دي مبايعه جديده الكابتن محمود الخطيب للاستمرار في الطفره اللي بتتعمل ان شاء الله باذن الله في النادي الاهلي، سواء انشائيه او سواء رياضيه. الحمد لله رب العالمين كان في يعني نوع من الحب ونوع من الود بين اعضاء الجمعيه العموميه ومجلس اداره النادي الاهلي. ومتهيألي يعني الجمعه والسبت في وجود كابتن محمود الخطيب، وانا يمكن قلنا الكلام دوت، الكابتن محمود الخطيب حضوره الجمعيه العموميه ادى برضه اللي كان فيه حشد جماهيري وحشد من اعضاء الجمعيه العموميه عشان خاطر يطمنوا عليه ويرحبوا بيه وبيساندوه، وده الحاجه الوحيده اللي احنا كنا واصلين كلنا منها الحمد لله رب العالمين. طبعا الفتره اللي جايه دي في مسؤوليه طبعا نتيجه ان الناس النهارده على مدار يومين 10,000 عضو جمعيه عموميه جم النهارده عشان يساندوه. يعني كل يوم جه 5 وشويه. 5000 5000 بسم الله ما شاء الله 94 وتاني يوم 5,196 5000 تانيين. فده في حد ذاته يعني مسؤوليه على عاتق مجلس الاداره عشان خاطر الاستمرار في المسيره بتاعته، الاستمرار في التطوير، الاستمرار في حصد البطولات ان شاء الله باذن الله. طبعا كابتن محمود يعني كلنا عارفين، وانت عارف يا كابتن عادل وحضرتك عارف يا كابتن رهيب، النهارده هو كان في برنامج انتخابي ملتزم بيه جدا جدا، دقيق جدا جدا في متابعته لكل الامور اللي بتدار في النادي. يمكن الجمعيه العموميه الحمد لله احنا استفدنا، ونفسي كنت بقول هذا الكلام، كل ايفنت بيتعمل وكل حاجه احنا نظمناها بنقعد بعديها كفريق عمل بنشوف الايجابيات وبنشوف السلبيات لغايه ما بنوصل لمرحله التنظيم، وخصوصا اللي الاعضاء الجمعيه العموميه تعرضوا. يمكن كانت اصعب انتخابات حصلت في تاريخ النادي الاهلي، وشفنا التكدس قد ايه. كان اول حاجه عملناها بعد تولي مجلس الاداره الجمعيه العموميه الغير عاديه عشان خاطر لائحه النادي الاهلي، كان اهم حاجه بالنسبه لرئيس النادي ازاي الناس هتخش بسهوله ويبقى في تامين ليهم بشكل كويس، ازاي هيدلك صوته في الحرص على راحه العضو عشان ننجح، اهم حاجه ننجح ونشجع الحضور. النهارده نفس القصه في الجمعيه العموميه اللي فاتت دي، احنا الحمد لله رب العالمين الناس كلها اشادت بالتنظيم، ازاي بيجي النهارده بمنتهى اليسر بيسجل اسمه وبيسجل بياناته وبيمشي بعد كده او بيقضي اليوم في النادي زي ما احنا شفنا، ازاي بننقل العضو من مدينه نصر للجزيره، او بننقل العضو من الشيخ زايد ل المقر الرئيسي في الجزيره، وبرضه نفس القصه لعودته مره اخرى، ازاي اليوم كان بيدار داخل الصاله المغطاه. الحمد لله احنا كلنا تابعناه. اللي كان الاجمل طبعا ال 601 عضو جمعيه عموميه اللي كانوا موجودين، اللي منهم 550 واحد كانوا بيرحبوا وبيطمنوا على كابتن محمود الخطيب،
يعني هقول ايه تاني اكتر من النهارده احنا بنحترم الراي والراي الاخر، وده برضه الكابتن بيركز عليه كويس جدا جدا جدا، وبدليل ان مجلس الاداره عمل ابلكيشن عشان خاطر تسهيل الاعضاء الجمعيه العموميه، الشكوى توصل للاداره التنفيذيه وتوصل لمجلس الاداره، وفي خلال 48 ساعه نكون ردينا عليها، وفي نفس الوقت احنا بنستفيد منها وبنتطور وبنشتغل على هذا الكلام. فاحنا دايما بنقول احنا بنحترم الراي والراي الاخر. طبعا يعني مش هنبص للحاجات اللي هي بتتقال والكلام ده كله، لكن هنبص للايجابيات. احنا عندنا ايجابيات النهارده موجوده الحمد لله رب العالمين. احنا الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، ولكن احنا بنوعد طبعا الفتره اللي جايه هيبقى في مزيد من الجهد، مزيد من التعب. في فريق عمل بيشتغل كاداره تنفيذيه، في فريق عمل بيشتغل كاداره نشاط رياضي، ده النادي الاهلي وده مجلس اداره النادي الاهلي، وده اللي كابتن محمد الخطيب حريص عليه جدا جدا. مفيش حاجه اسمها واحد بيشتغل لوحده، لا، في حاجه اسمها فريق عمل بيشتغل عشان خاطر النادي الاهلي، وانتوا اللي علمتونا كده يا كابتن عدلي، فربنا يكرمنا ان شاء الله. ان شاء الله موفقين. احنا بس حبينا ان نتحط في الاجواء. و مجلس الاداره عنده اجتماع قريب يا استاذ العميد؟ احنا بعتنا طبعا الجدول الاعمال ومحضر الجمعيه العموميه بعتناه للجهه الاداريه واللجنه الاولمبيه، اول ما يعتمدوها وان شاء الله يتم التفويض رسميا لمجلس الاداره في اداره جدول الاعمال، فان شاء الله باذن الله هيبقى اجتماع مجلس الاداره عشان خاطر نعتمد بقى قرارات الجمعيه العموميه ونعتمد جدول اعمال الجمعيه العموميه ان شاء الله باذن الله. اطمنت على الفريق في الجونه وترتيبات السفر الى تونس بكره ان شاء الله؟ احنا موجودين معاهم اهو ان شاء الله الحمد لله، كانت مباراه الحمد مبروك لله. النهارده الحمد لله والله حاجه جميله وشرف، عشان كده هو ده اللي احنا بنقوله، اعضاء الجمعيه العموميه النادي الاهلي كانت في مبايعه حب وتأييد لكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته. صحيح. على اصعب موسم في تاريخ النادي الاهلي. مؤكد. صحيح. انا معاك ومتفق معاك. طيب، تمام. بمناسبه الجمهور بقى يا سياده العميد وانت معانا دلوقتي، تقرر انك هتلعب مباراتك الافريقيه في ملعب استاد السلام. ملعب السلام ان شاء الله، والمباريات المحليه في استاد القاهره في حضور 10,000 متفرج وهنا 5,000. جمهور الاهلي بيسال، اعلن انه تذكرتي هي اللي هتتولى تنظيم الدخول، هل وفقا للاشتراك في بطاقه تذكرتي الفان اي دي، ولا لكارنيه الاهلي اللي الناس استخرجته قبل كده؟ لا، ده اللي احنا هنجتمع فيه، اللي هنجتمع معاهم ان شاء الله باذن الله، واحنا طبعا كارنيه الاهلي الموجود اهلاوي، كارت اهلاوي الموجود ده لازم هيبقى موجود لحين ازاي هنشوف هنطبق، وده برضو كان الـ يعني اهم حاجه بالنسبه لرئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، اللي ازاي النهارده اللي معاه بيحمل بطاقه اهلاوي هيستفيد منها وهيحجز التذكره بتاعته لحين اما نشوف نظام تذكرتي ازاي يحصل، يعني دمج تنسيق ودمج دمج بين النظامين في الاخر خالص، ازاي برضو نوصل التذكره للجمهور اللي معاه الكارنيه اهلاوي ده ما يخسرش لغايه ما يحصل الدمج ده. فاحنا هنشتغل على النظامين ان شاء الله باذن الله، ولكن اهم حاجه هم بالنسبه لهم اللي في شركه سمعه طيبه، واحنا ان شاء الله نستعين بيها اللي هي الشركه الافريقيه اللي بتنظم بطوله افريقيا، واحنا استعنا بيها قبل كده في مباراه معانا وفي تعاون بينهم، فالجمهور ما يقلقش ان شاء الله باذن الله. وهنعلن برضه في القريب العاجل عن مباراه الهلال، هتبقى يوم 6 في استاد السلام، هنعلن عنها قريب، وفي مباراه تقريبا في كاس مصر لسه الجدول جاي النهارده بين السويس يوم 3 في استاد مع بني سويف. فان شاء الله باذن الله كل الامور دي هنعلن عنها يعني قريب جدا باذن الله. ان شاء الله كل توفيق توفيق. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي. واعتقد موضوع الجمعيه العموميه واضح، بس كانت الغريبه جدا فكره الاشاعات. ما انا عايز اتوقف جمعيه تمشي بمنتهى السلاسه والود، وحتى الناس اللي عندها وجهه نظر معارضه، وده طبيعي جدا، كل مجلس لابد ان له معارضه، وكل عمل انساني موجود هناك عمل اخر او راي اخر في ادائه. مش صح ابدا ان الكل في اتجاه واحد، لا، في اراء مختلفه، وده الشكل الديمقراطي الطبيعي جدا اللي طول عمره موجود في الاهلي في ابرز وانصع تجارب الديمقراطيه في الرياضه. فمش معنى ان في ناس عندها وجهه نظر اخرى ان في مشكله في النادي، لا، او في خناقه، او في خناقه. هو اللي بيحصل يا استاذ ابراهيم. انت ما اكتملش العدد، بس انا كان في سؤال ما لحقتش اساله له، لان دلوقتي انا لاحظت ان 5,000 وشويه اول يوم، 5,000 وشويه ثاني يوم، كان قبل كده العدد بيبقى تراكمي. لا، دلوقتي منفصل اليوم ده. ده انعقد وده انعقد. فده معنى كده ان مضى حوالي 10,000 واحد. المهم اللي انا عايز اقوله دلوقتي، في ناس
مؤكد ليها وجهة نظر لا تتطابق مع الإدارة الموجودة دائما، وإلا الناس اللي رشحت نفسها دي ولم يدركها التوفيق دائما أكن ما لهمش أرضية. صحيح. فبيبقى في ناس متعاطفة حتى أما بيجوا يعني يعترضوا يعني بيقف عند نقط مش بالمهم تبقى فنية قوي. يعني يجي يقول لك مثلا يتكلم على الاشتراكات سعر الكارنيه الكلام ده كلها كانت حاجات من النوع ده. اذا هو حوار، لكن انا لما بكون متضايق ممكن ان انا اكلمك ببقى صوتي محتاد. هذا ليس خناقه وليس بدليل ان اليوم زي ما احنا شفناه متصور وفي كل حته ماشي زي الفل. لكن انا بعايز اتوقف استاذ ابراهيم حقيقه، يعني لما تشوف الاسبوع اللي فات واللي طلع والكابتن الخطيب مش هيكمل وهيدعم وبعدين خناقه في الجمعيه العموميه، انت شايف وتكتشف ان هم نفس الاشخاص اللي ورا هذه الاشاعات، هم نفس الاشخاص المتبنيين وجهه النظر دي. انت متخيل ان دول لو الوضع ما كان استمر كان هيبقوا هم اللي موجودين في دولاب العمل في النادي الاهلي وفي اعلامه؟ هم عرفت ليه كنا يعني جينا في الاخر ما بقيناش قادرين نخبي مخاوفنا على النادي الاهلي؟ ازاي بالسذاجه بتاعتهم متصورين ان ممكن الجمعيه العموميه تسلمهم مفتاح القرار تاني؟ يعني مش قادرين يدركوا انه ده 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 دي لحظه لن تتكرر وجودهم في النادي الاهلي. احنا ما زلنا نعاني من الاذناب والذيول وعمالين بسم الله ما شاء الله كل شويه نخلص من شويه. وبعدين خلاص يا سيدي كل واحد يروح لنادي اللي بيحبه ويمارس هويته بحريه، لكن ما تبقاش كمان قوي كده. يعني انت حتى بتاذي اللي انت منتمي اليه. يعني بتوضح ان الاهلي كان في خطر، والحمد لله يعني اذا كنا هنحط من ضمن انجازات الخطيب انه فعلا قدر يوقف هذا الخطر الداهم ويرجع مسار الاهلي على القضبان السليمه باذن الله. عشان تشوف هذا الشكل. طيب ما رايكم طال صمتكم؟ فعلا البعض يعتقد ان هناك حقوق يمكن ان تسقط بالتقادم. وعشان اقول لكم من فتره طويله الاهلي بعت خطابات لكافه الجهات على المستوى الرياضي. قدم شكاوي لاتحاد الكوره، للجنه الاولمبيه، لوزاره الرياضه، للجنه الانضباط بالاتحاد المصري لكره القدم. دي الجهات الرياضية المعنية بالرد. حد بيشتكي لك، حد مساه ضرر، حد صدقك لما قلت له مفيش حد فوق القانون في الرياضة ومفيش حد هيغلط في اتحاد الكورة أو في المنظومة الكروية مش هيخضع للحساب. في ناس صدقت ولما مساها سوء بعتت لهذه الجهات الرياضية كلها بتحضر، ما خدتش بأسلوب محترم، لا خدته بالدراع ولا بالصوت ولا بالمعاملة بالمثل معتبر. ولا المعاملة بالمثل ولا حاجة. فات كتير ومفيش حد بيرد. ده اللي دفع النهاردة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عصام السباعي مدير تحرير الأخبار في زاوية بوكس اللي بيكتبها في الصفحة الثانية ليومين على التوالي يلفت النظر لهذا الحق الذي يعتقد البعض أنه يمكن أن يسقط بالتقادم بالطناش. أنت عارف يا أستاذ إبراهيم هو مأمول انه مش يسقط بالتقادم، يسقط بالتجاهل. بالتجاهل هو ده اللي بيحصل. طيب قال عصام السباعي لم يتم حتى الان نظر شكاوي النادي الاهلي الى لجنه الانضباط باتحاد الكره رغم ما فيها من وقائع مشينه، وكنت اتصور ان مواثيق الرياضه ومعايير الشرف والرجوله تستدعي حسمها بسرعه. والسؤال هل سننتظر حتى تسقط بالتقادم وفقا للمادة 31 من لائحة الانضباط للعام 2019؟ وبيقول وللحديث بقية. كمل في البوكس الثاني. الذين وضعوا المادة رقم 31 في لائحة انضباط اتحاد الكرة أو غيرها والخاصة بتقادم الشكاوي بعد مرور عام على تقديمهم أو على تقديمها فاتهم وضع مادة أخرى تنص على تحديد مدة محددة لنظر الشكاوي والفصل فيها ورد الحقوق لأصحابها، وذلك هو الحد الأدنى لعدالة أي مسابقة. يعني لما تحط لي مادة تقول لي لو اشتكيت لي وفات سنة
من غير ما بت فيه الشكوى بتاعتك يبقى حقك انسى، حقك سقط بالتقادم. فبيقول عصام السباعي المشرع الرياضي اللي حط في لائحة الانضباط هذا الشرط أو هذا البند فاتوا أنه يلزم لجنة الانضباط بمدة قانونية لنظر الشكاوى. المشرع اللي حط المادة دي بقى أستاذ إبراهيم هنا الشفافية، هنا الإرادة، هل هو كان معني فعلا بضبط الأداء؟ حسب تيجي تقول لي تسقط بالتقادم وانا ما قصرش، انا بعت لك شكوى انت ما بتتش فيها. لكن ازاي تسقط بالتقادم؟ انت ما بتتش فيها، يبقى انت لو عايز تموت اي قضيه تقتلها بالتجاهل. ده اللي بيحصل دلوقتي. كده بقول لك هو مش بالتقادم، بالتجاهل، تسقط بالتجاهل. تجاهلها هتقع لوحدها. طب انا بقدمها ليه؟ يبقى اذا المساله مساله وجهه نظر، ابحثها ولا ما ابحثهاش. ايوه دي مش طريقه اخذ الحقوق يعني. طيب على ذكر المشرع والمسؤول، لجنه الانضباط على راسها المستشار الجليل رئيس اللجنه اللي كان تحدث مع الاستاذ احمد موسى وقت ما قال له كل عناصر اللعبه خاضعه لسلطه لجنه الانضباط، وصدقنا ساعتها. نفتكر وان شاء الله خير. لو في مسؤول نادي او مدير كوره او مدرب او خرج عن زي ما اقول كده الذوق العام او الاخلاق او الانضباط العام، بتتعاملوا معاه؟ بص يا احمد بيه، انت قصدك ايه؟ لا انا بتكلم بشكل عام. لا انا بتكلم بكل حاجه، انا بتكلم بشكل عام. طب لا يا باشا، اي عنصر من عناصر اللعبه بما فيها مجالس ادارات الانديه، بما فيها تاني، بما فيها مجالس ادارات الانديه يا فندم والمنظمين كله، يعني بص حضرتك كل عناصر، كل من له تدخل الانديه واعضاء مجالس ادارتها وكل عناصر اللعبه فندم. طيب اللائحه اللي بتعدوها يا فندم، هل يعني بتشوفوا مثلا لوائح دول اخرى بنعتمد على ايه؟ ما لازم حضرتك، انا جبت اللائحه بتاعت الفيزا ولائحه الكاف، ولازم اراعي هذه اللوائح كلها. واحنا بنحط اللائحه الانضباطيه، احنا مش بمعزل عن دول، خد بال حضرتك بالنسبه لاتحاد الكوره بالذات في له وضع خاص، ان الفيزا والمحكمه بنجيب الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. ايوه لازم 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 اشوف الكلام ده عشان اتوافق معاه. مش هعمل حاجه بمعزل عنهم او فيها مخالفه لحاجه عندهم فتطلع قراراتي انا مش مظبوطه. انا ترجمنا حضرتك لائحه الانضباط بتاعه الاتحاد الانجليزي لكره القدم، واخد بالك حاجه؟ كل الكلام ده لازم نشوفه ونقراه نراجعه نشوف ايه المتوافق مع الكاف والفيفا ونحطه. كل الكلام ده ان شاء الله احنا شغالين عليه. طيب ما رايكم دام او طال صمتكم؟ المساله طولت يعني فيها طبعا. هو يعني هل المناخ يعني خلاص كده ظبط لدرجه ان مش عايزين يعني نحرك فيه حاجه؟ بصرف النظر يا استاذ ابراهيم، بس ما مش كل كلمة هنقولها تبقى فيها يعني احنا بنتكلم علشان نعود الناس كيف تؤخذ الحقوق، عشان ما نعملش حالة من الفوضى والعشوائية في طريقة أخذ الحقوق في المجال الرياضي، عشان ما نشجعش على التجاوزات. مش كل دي أهداف الرياضة؟ طبعا. ما احناش مطالبين، ما حدش قلقان على نفسه. يعني انت لما واحد يفضل يشتم فيا، ها انا لما عايز اعاقبه مش عشان احمي نفسي من شتمته، لا انا عايز المجتمع، لان دي ظاهره اصبحت النهارده يعني مدارس عماله تطلع لك تاخد حقك بدراعك ازاي. مش عايزين دي، على الاقل نبدا بالرياضه، فتبص تلاقي والله هتاثر على الشارع في الاخر. طبعاً يعني طبعا هو ده القيم التي يمكن للرياضة أن تقود شبابنا وتقود مجتمعنا إلى السلوك القويم والشكل المنضبط الحضاري.
لكن الاعتماد على ان خلاص بقى ما الموضوع قدم فيبقى خلاص بقى ما تعملش كده تاني ما ينفعش. يبقى كل الناس تعمل اللي هي عايزاه وتعتمد والوقت ينسي وتعتمد على عنصر الوقت ده. يعني هو ده اللي قلقني، مش ان انا يعني موجوع قوي ومستني حق ولا بتاع. انا مش انا عدل يعني صاحب الحق يعني، لان صاحب الحق الحقيقه دايما واخد حقه من استنكار الناس للتجاوز اللي بيحصل في حقه. يعني النهارده لما تيجي تتكلم على الكابتن الخطيب، هو انت هزيت صوره الكابتن الخطيب في حاجه؟ ابدا، بالعكس تعليته، خليت كل الناس اللي يديله وساب الاحترام واللي يديله سفير مش عارف ايه واللي يديله وبضدها تعرف الاشياء وبضدها تعرف الاشياء بصمته بالظبط امام الايذاء والشكوى طبعاً. هو خد حقه واكثر من حقه، صحيح بيرتفع ويزداد شموخه. وكلنا اما بنتاذي، انا ناس كتير بتتكلم لي تعتذر لي والله بعد كده وتقول لنا والله فلان اللي ادانا الرقم وقال لنا احنا اسفين يا كابتن، لان بياخد رد فعل ما فيهوش انفعال، ما فيهوش، لان انا مش حاسس ان اللي قدامي يقدر ياذيني، انا اللي اقدر اذي نفسي. تصرفاتي هي اللي تاذيني. أي. لكن اعمل اللي انت عايزه، عايز تشتم التحرر ده اخلاقك وده مستوى التربيه، ده مستوى الثقافه بتاعك. انا بالنسبه لي مش هتاذي. انما لو في طريقه ان انا اخد حقي وحق المجتمع وده لازم تتاخد الحقوق، لازم تتاخد الحقوق. طيب، رموز تاريخية ودروس مستمرة، عشان كده شوفوا الأهلي عبر أكتر من 100 سنة إزاي كان بيدي الدرس في كل موقف. بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. رموز تاريخية ودروس مستمرة، عودناكم في ملك وكتابة من آن لآخر بنستعرض مسيرة وسيرة بعض الرموز التاريخيين في النادي الأهلي، من قامات الأهلي الكبار خاصة في مراحل النشأة والتأسيس، وإزاي الناس دي تقدمت من الدروس والمواقف واتخذت من القرارات الشديدة اللي حافظت بيها أو اللي أرست بيها دعائم منظومة قيم كبيرة جدا، منظومة قيم حاكمة حتى الآن. الأهلي سره الحقيقي في امتلاكه هذا الإرث الكبير قوي في المواقف والمبادئ والنظام والانتصار الدائم للقيم وتغليب قيم كثيرة جدا على حساب المصلحة نفسها أو على حساب المكسب في مباراة. كل هذا الإرث الكبير جدا الأهلاوي كان وراه رموز كبار، كان وراه قامات وطنية كبيرة جدا، كان وراه رجال بجد حبوا الأهل وحافظوا على الأهل وقدموه لكل الأجيال في هذه الصورة اللي ما زالت عايشة بالنبض الكبير حتى الآن. هو ده الأهلي، وهو ده، هي دي قيمته يا باشمهندس، وهي دي الدروس اللي بيقدمها، وهو ده اللي شجعنا أنا والزميلي العزيز والأخ والصديق إبراهيم المنيسي زميلي الكفاح، إن إحنا نفكر كيف نتعرف وإياكم على هؤلاء الرموز الشوامخ اللي بنوا تقاليد هذه العائلة العريقة، عائلة النادي الأهلي. وقررنا أن احنا تباعا بالتقادم كده من تحت لفوق منذ النشأة حتى اليوم، هنجيب لكم أبرز الرموز ومسيرة حياتهم، وأيضا أبرز المواقف التاريخية للنادي الأهلي، ومفاجأة أخرى بندرسها وهنعملها، لو اتعملت يبقى كده بإذن الله تاريخ النادي الأهلي هيبقى مع حضراتكم بانتظام. وفي عرضنا لتاريخ الأهلي ورموزه بنفسر به الواقع الحاضر، عشان زي ما اتفقنا هو جسر واحد ممتد أوله زي آخره. أدي فكرة عن المفاجأة اتفضل، عشان أنا عايز الناس واحنا بنعملها ما تبقاش مستغربة. أنا نفسي أجيب مش محاضر مجلس الإدارة، لا، محاضر الجمعية العمومية سنة بسنة. ما تاخد مننا، نستأذن النادي يديها لنا من المحاضر،
من خلالها هنعرف اهم القرارات وشكل تطور النادي الاهلي ماشي ازاي، عشان نكتشف الثبات على الموقف وعلى المبدا وعلى التقاليد والتمسك بيها. ودي ليه؟ لانه حتى الجمعيه العموميه لما بيتقال سعد زغلول راس النادي الاهلي، هو ما راسش النادي الاهلي، راس اول جمعيه عموميه للنادي الاهلي. فكان انت بتختار اسم كبير من بين الاعضاء يراس الجمعيه العموميه، وده كان منطقي لانه انت جمعيه عموميه هتحاسب مجلس الاداره، فكان من الطبيعي ان انت بتختار حد من الاعضاء العاملين في النادي، حد له حيثيه كبيره جدا، كان ساعتها وزير معارف سعد زغلول هو اللي بيدير الجمعيه العموميه اللي بتراجع على مجلس الاداره. هو طبعا بصفته وزيرا للمعارف اختير لهذه المكانه وبصفته، وده يعني هو بيديلك في الزمان ده، هو ارتباط الشعب بالنادي الاهلي من ارتباط الاسماء التاريخيه، مصطفى كامل، سعد زغلول، طلعت حرب، النهارده مين هتقدم لنا؟ عبد الخالق باشا ثروت. ناس كتيرة ما تعرفش مين عبد الخالق باشا ثروت. لو سألت أي حد من الشباب اللي ممكن يكون مش مهتم بالتاريخ هيقول لك شارع في وسط البلد. تقريبا في نقابة الصحفيين، يعني أما بتذكر نقابة الصحفيين فهي شارع عبد الخالق ثروت. إنما مش كتير يعرف قيمة هذا الرجل الوطني الكبير ودوره في النادي الأهلي. عشان لما تعرفوا الأهلي جذوره الوطنيه جت منين، تشوفوا هذه الرموز عملت ايه للوطن وعملت ايه للبلد وعملت ايه للنادي الاهلي. عبد الخالق باشا ثروت عضو مؤسس للنادي، يعني من الرواد اللي اسسوا النادي، بس كمان هو الرئيس الثالث للنادي الاهلي. انتوا عارفين انه ميتشل انس الانجليزي تراس النادي لظروف التاسيس وتسهيل عمليات التاسيس برضه بحكم منصبه عشان التسهيل لمده 10 شهور. أول رئيس مصري للنادي الأهلي عزيز عزت باشا. ترأس النادي لمدة 8 سنين من 1908 لغاية 1916. عشان يجي عبد الخالق باشا ثروت يرأس النادي من 1916 ل 1922. عبد الخالق ثروت رئيس النادي الأهلي العضو المؤسس ليه. بصوا الإسهام الوطني بتاعه، غير إن الفترة دي فترة شديدة الصعوبة في المجتمع المصري وقتها بعد ثورة 19، كانت انتفاضات وطنية طبعاً، وتوهج في مقاومة الاحتلال وهو كان يعني شكل الحكومة أكتر من مرة، يعني كان رئيس وزراء أكتر من مرة، وزير خارجية ووزير داخلية ووزير مالية عدة مرات، ما بين أنه هو عضو في أكتر من حكومة، لا هو شكل الحكومة أكتر من مرة كرئيس وزراء، ومنها مرات كان وهو رئيس النادي الاهلي. بصوا قيمه النادي الاهلي بقى ومكانته. مين عبد الخالق باشا ثروت؟ هو اتولد في 1873، رئيس وزراء مصر في عهد الملك فؤاد الاول، تولى رئاسه الوزراء مرتين، مره من 1 مارس 22 ل 30 نوفمبر 22، ومره من 26 ابريل 27 الى 16 مارس 1928، وتوفي في 22 سبتمبر 1928، توفي وسنه 56 سنة بس. هو اتولد في درب الجماميز، والده إسماعيل عبد الخالق كان من كبار المسؤولين عن الشؤون المالية في عهد محمد علي وأبنائه، أمه بتنتمي إلى أصول تركية، وقيل إن هي في صلة قرابة مع أسرة محمد علي. زي كل الناس في هذه الحقبة التحق بالمدرسة التوفيقية وتخرج فيها 1886، والتحق بكلية الحقوق، تخرج فيها عام 1889، كان واحد من مؤسسي أول مجلة مصرية للقانون، يعني مش أول حد ألف قانون، لا هو أول مجلة رئيس أو صاحب أول مجلة مصرية خاصة بالقانون. عين في قلم قضايا الدائرة السنية، ثم انتقل إلى نظارة الحقانية، واستمر يرتقي فيها حتى أصبح مستشار في محكمة الاستئناف الأهلية. نظارة الحقانية اللي هي كلية الحقوق. اللي كان هي بقى ولا تقول للطب ولا الهندسة ولا كانت أرقى حاجة، وكانت كل الكوادر وكراجل قانون وراجل نيابة تولى الإدعاء، يعني كان رئيس النيابة ضد المجموعة اللي اتهمت باغتيال بطرس غالي باشا في 1910. اختير وزيرا للحقانية يعني للعدل
في وزارات حسين رشدي باشا الأولى والثانية والثالثة والرابعة. بص القيمة القانونية. اختير وزير للداخلية في وزارة عدل ياكن باشا في 16 مارس 21 ل 24 ديسمبر 21 وزير عدل ووزير داخلية. شكل هو بقى وزارته الأولى كرئيس وزراء. الأولى كانت في أول مارس 22 لغاية 29 نوفمبر 22. هتلاحظوا الفترات ديت مدة الحكومات كانت قصيرة شوية. احتفظ فيها كان رئيس وزراء ووزير داخلية ووزير خارجية مع بعض. يعني قلما يحدث هذا. ولكن دي بتقول لك قيمته وثقافته وكفاءته وموهبته، لكن ايضا فطرته في رئاسه الوزاره. استاذ ابراهيم شهدت حاجات من اخطر القرارات اللي صدرت يمكن في تاريخ مصر. هو اعلى حاجه سياسيا عملها عبد الخالق ثروت ايه؟ اولا انتزع اعتراف انجلترا في 8 تصريح 28 فبراير 20 فبراير تصريح 28 فبراير يا جماعه، ده اللي اول مره انجلترا تعترف بحق مصر في السياده، ان مصر تكون دوله مستقله. من وقت ما احتلتها لغايه هذه السنه في 22، يعني انتوا بتتكلموا من 1881، اول مره انجلترا تعترف بحق مصر في السياده كدوله مستقله حصل في 1922. ده تصريح 28 فبراير اللي انتزعه من الانجليز عبد الخالق باشا ثروت، وعرف بتصريح 28 فبراير. اي ولكن ايضا في خلال ولايته او مسؤوليته تم تغيير لقب السلطان الى الملك. ايوه الملك فؤاد، السلطان فؤاد بقى الملك فؤاد. وكمان رجع وزاره الخارجيه للحكومه. سلطات الاحتلال كانت لغت هذه الوزاره، أورتها خارج الحكومة وبتتبع لها. فأصبح وزارة الخارجية يعني اللي بيشكلها رئيس الوزراء المصري، ووزارة من وزارات السيادة في مجلس الوزراء. طبعا البعثات الدبلوماسية بدأت في عام 23، ودي نتيجة هذا القرار. طيب كم وبعدين رجع بعد كده في 26 وكان رئيس وزراء بقى. شوف الجمال بقى. شغل سياسه يعني. رجع وزيرا للخارجيه في وزاره عدل يكن سنه 26 لمده سنه ل 27. طب ما تخليني افتح قوس واقول هو عدل يكن انت اتسميت عليه. لا لازم يعني ما يعني الشيء بشيء يذكر. المهندس عدلي سمي محمد عدلي علشان والده كان من هذه الطائفه المجتمعيه الارستقراطيه ضمن الاحرار الدستوريين. والد المهندس عدلي كان ضمن الاحرار الدستوريين. والدي اسمه عدلي محمود، محمد محمود. ما والدي فحصل الخلاف بينهم. هو كان في الاحرار الدستوريين، كان سكرتير حزب الاحرار الدستوريين اللي هو محمد محمود باشا. ايوه فابويا اسمه محمود. فلما جيت محمود رياض الايعي فقال لك هسميه محمد. فطبعا جدي كان وفدي ابو والدتي. وكان هو يعني صديق بقى الناس كتير من الوفدين الكبار. فلا هنسميه عدلي عشان عدلي ياك. فالتخريجه اللي حد ابن حلال للجدل. عملها انت مثير للجدل من ميلادك. التخريجه اللي اتعملت بقى قال لك سميه محمد عدلي. انا اسمي مركب عشان محدش يزعل. انا اسمي مركب عشان لا محمد محمود ولا عدلي يكن. فيبقى محمد عدلي محمود، يبقى اتكسرت في النص وتاهت القضيه. طيب يعني شوفوا المقامات محفوظه، وانت المفروض تتكلم انت على عبد الخالق ثروت باشا. لا عدلي باشا ماني اتكلم على عدلي يكن. لا ثروت باشا لان الفتره بتاعته يا استاذ ابراهيم احداث خطيره. أيوه. اعلان 28 فبراير الاعتراف بسياده مصر. كان في تحفظات اربعه على هذه السياده المطلقه. والا كان ما كان حد يجي يقول لك طب لما هم 28 اعترفوا امال ليه الاحتلال استمر؟ التحفظات دي هي كانت السبب. هي زي ما كانت بريطانيا تقول لك وعدم العوده الا في الضروره القصوى، يعني هي تديك كل حاجه وتاخد حاجه
تاخد بيها كل حاجه. ايوه ايوه يعني. وبعدين معاهده 36 وجه النحاس باشا بالظبط، ده تاريخ عايز يتحكي، حد يحكيه لنا. لكن اللي عايز اقول يعني رئيس وزراء وعنده حقائب دبلوماسيه وزاريه في وزارته، ورئيس للنادي لا قبل ما يبقى رئيس نادي يرجع وزير خارجيه ما يقولكش لا ده انا كنت رئيس وزراء اجي ازاي في وزاره عدلي ياكل. لا يجي لانه يقدر يفيد البلد في الحته دي. واحتفظ برضو في وزاره ائتلافيه بقى من 27 ل 28 يعني هو فضل في كل الوزارات المتعاقبه بشكل او اخر برضو احتفظ بمنصب وزير الداخليه بقى يعني كان في الخارجيه مع علي يكن، في وزاره الائتلاف كان في وزاره الداخليه، ولكن قدم استقالته اثر رفض مجلس النواب لنتائج مفاوضاته مع تشامبرلين، كانت في مفاوضات مكلف بيها ومجلس النواب لم يعتمدها. برضه انحيازاته الوطنيه عبد الخالق ثروت اللي جايه دي مهمه برضه، لغى المستشارين الانجليز في الوزارات المختلفه. خلاص ما تبقاش الوصاية الإنجليزية موجودة في كل دواوين الوزارات، كل وزارة كانت شغالة مستشارها إنجليزي، كل المستشارين الإنجليز هم المسيطرين، حط لي مسؤولين مصريين، شكل حكومات مصرية براحتك، بس المستشارين المؤثرين في صنع القرار الإداري مستشارين إنجليز. فأول حد يلغي وجود المستشارين الإنجليز في دواوين العمل الحكومي المصري كان عبد الخالق ثروت باشا، ما عدا وزارتين وزارة الحقانية وزارة المالية ايوه، واشترط انه يكون حضورهم استشاري ما لهمش قرارات كان قبل كده بيصيغوا القرارات، ومنع المندوب الانجليزي من حضور جلسات مجلس الوزراء. هو المالية في ديون والحقانية في محاكم مختلطة أيوة، يعني في الحالتين ما كانت في مصالح دولية في الموضوع لكن منع كمان حضور مستشار المالي الانجليزي من جلسات مجلس الوزراء. وقرر ان يكون تبعيه الموظفين الانجليز في اي وزاره للوزير المختص، يعني ريبورتنج زي ما بقول كده تحت رئاسه الوزير المصري. طيب عبد الخالق ثروت باشا الرئيس الثالث للنادي الاهلي والرئيس المصري الثاني للنادي الاهلي يعني، والعضو المؤسس للنادي الاهلي من الرواد. علاقته بالنادي الاهلي بدات منذ اليوم الاول للاهلي. الاهلي ولد في 24 ابريل 1907 اشهاره، موجود عبد الخالق ثروت باشا ضمن المجموعه المؤسسه للنادي، من اوائل المساهمين لتاسيس النادي كمان، كان عضو في اللجنه العليا اللي هو مجلس الاداره في الفتره من 1908 ل 1920. بصوا شاغل كل المناصب الحكوميه ويشكل وزاره ويبقى ثلاث وزارات مع بعض، يعني هو رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الخارجية وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي. بقول لكم ده عشان تشوفوا حجم وقيمة النادي الأهلي في المجتمع. انت بتتكلم على رئيس وزراء مصر، عضو مجلس إدارة في النادي، صانع للقرار في النادي. بصوا القيمة الوطنية، ومش أي رئيس وزراء يعني، ومش أي وزير خارجية، يعني هو كان أبرز من ساهمه في النظام الأساسي وتطويره. بالظبط. لكن اهم مواقف يا استاذ ابراهيم وانت قريتها لنا في لما جينا نتكلم على عمر لطفي عمر لطفي هو الجاد فادر او المنشئ لفكره النادي الاهلي، واللي عمل الاجراءات التاسيسيه وكل حاجه، ولكنه لم يكن يوما رئيسا للنادي ولا عضوا مجلس ادارته. لما وقف عبد الخالق ثروت في الجمعيه العموميه بتاعه 1919 قال لهم هقول ايه؟ لو سمحتوا لي لو هتكلم بعد الانعقاد بتاعكم ده فلازم اذكر صاحب الفضل اللي هو كان مات وقتها اظن كان مات عمر لطفي كان مات. كان مات يعني ما كانش لا بيتملقه ولا محرج منه. بالظبط. فهو يعني يا جماعه لو هنذكر حد بالفضل في اللي احنا فيه دلوقت وهذا النادي اللي احنا بنحبه اللي احنا وصلنا فيه في 1919 يعني كان بقاله 12 سنه فقط، لو هنرجع الفضل لحد فهو العمر بك لطفي، وقعد يكلمهم عن جهود عمر لطفي لتأسيس النادي الأهلي، وأرسى فكرة وقيمة الاعتراف بالفضل لأهله وإنكار الذات والعمل وإنكار الذات والعمل الجماعي ورجع الفضل لأصحابه. كل دي قيم. هنا نبتدي نكرس ونراكم للمواقف التربوية والقيمية والتقاليد.
بالظبط. وفكري باشا أباظة يعني بص بقى مردودالك ظل عبد الخالق ثروت باشا حافظا لما قدمه عمر بيك لطفي ووثقه في خطابه للجمعيه العموميه واداله حقه كامل وشرح تفصيليا دور عبد دور عمر لطفي في تاسيس النادي. اللي قاله عمر اللي قاله عبد الخالق ثروت في حق عمر لطفي وهم ده هي دي سمات وطبيعه قيم الاهلي ورموزه. اللي قاله عبد الخالق ثروت عن عمر لطفي اتحفظ له عند فكري باشا اباظه. وفكري اباظه من رموز الاهلي الكبار اللي هيجي الدور وهنحكي عنه وعن مآثره الكبيره ومواقفه. يعني النشيد بتاع قوم يا اهلي شوف ولادك والبنود ده ابدعه فكري اباظه. وكيل شرف النادي. انما تلاقي بيقول فكري اباظه بصفتي الشخصيه اشكر معالي الوزير على تصريحاته العظيمه ونصائحه الثمينه واشكره على احياء ذكرى المربي العام للنادي المرحوم عمر لطفي بك الذي فكر في انشاء هذا النادي ونادي المدارس العليا. نشكره من كل قلوبنا وندعو الله ان يوفق كبراءنا وعظماءنا الى المشروعات النافعه. ده فكري اباظه في شكره لعبد الخالق ثروت بيرد له الفضل والامتنان اللي قاله على عمر لطفي المؤسس. في عهد عبد الخالق باشا ثروت اللي هو رأس النادي من 1916 ل 1922 خلال 6 سنين بالظبط ترأس النادي فيها وجدت فكرة عمل أول اتحاد رياضي وطني بين الأندية المصرية. بصوا النادي الأهلي كان بيشتغل إزاي. الرياضة المصرية دلوقتي تتمنى ترجع تبقى شركات مساهمة تتمنى، وكل ما الاقتصاديين والرياضيين يتكلموا على محاولة النهوض بالرياضة لازم ترجع لازم تتأسس الأندية كشركات مساهمة. لا، النادي الأهلي في 1907 نشأ كشركة مساهمة. شوفوا سبق الكل بفكره. طب النهاردة احنا معنيين وعمالين نهاتي ونقول رابطة الأندية المحترفة، إن الأندية يبقى لها تكتل واحد، إن الأندية تجتمع مع بعضيها، إن الأندية تدير أمورها ومصالحها مع نفسها. تخيلوا انه عبد الخالق ثروت في 1920 يطالب باتحاد رياضي للانديه ان الانديه تبقى في تكتل واحد كأندية. رابطه الانديه ومفيش احتراف، بس فكره العمل الجماعي فكره الوحده. فتلاقي عبد الخالق ثروت وجدت في عهده فكره لعمل اول اتحاد رياضي وطني بين الانديه المصريه، كما تكونت لجنة من النادي للعمل على تنفيذ هذا المشروع وجمع جميع الأندية تحت لواء واحد. كما زادت في عهده طبعا مساحة النادي في الجزيرة، كانت في بدايتها 4 أفدنة زادت ل8 أفدنة في عهد عبد الخالق ثروت باشا. لما قامت ثورة 19 تقرر منع الأجانب. خلاص الفوران الشعبي الوطني مع ثورة 19 عبد الخالق ثروت رئيس النادي يمنع الأجانب من غير أعضاء النادي من دخول النادي. مفيش حد مش مصري هيخش النادي إلا لو حد عضو، لأنه كان في البداية في سماح بالتأسيس. ده مساهم، ده مالك ساهم، ده كان بيشتري أسهم. فاحتراما لحقوق هؤلاء الأعضاء اللي شارين أسهم وهم أعضاء، خلاص حتى لو أجانب يخشوا، بس ممنوع أي أجنبي مش عضو ما جيبش ضيف معاه بقى ويخش النادي. ده الحرص على التواجد الوطني. في عهد عبد الخالق ثروت من 1916 ل 1922 في العاب جديده دخلت النادي، الراكت والكروكيه والكريكت والملاكمه، وكلهم اختفوا في فترات تاليه بجانب الجمباز. طبعا كان وقتها الاهلي فيه جمباز وفيه العاب قوه وفيه كره قدم وفيه تنس وفيه بليارد وفيه سلاح الشيش. في عهد عبد الخالق ثروت في الست سنين دول دخلت الكهرباء. سلاح الشيش ده هنجيله واحنا نتحدث عن حسن عن احد رؤسائه اللي كان بطل اولمبي في احمد حسن في اللعبه. طيب في عهد عبد الخالق ثروت دخلت الكهرباء النادي الاهلي، كان بيضاء من خلال الغاز، مواتير بالغاز بتنور النادي. لاول مره تدخل الكهرباء للنادي كان في عهد عبد الخالق ثروت.
والمشاركة في تأسيس أول اتحاد مصري لكرة القدم وأول اتحاد للتنس. 1921 اتحاد الكرة يتأسس في ظل رئاسة عبد الخالق ثروت للنادي الأهلي. أبرز موقف تربوي، وإحنا دايما وأبدا بيستوقفنا المواقف التربوية، لأنه اللي بيعمله الأهلي في القرن الجديد هو اللي عمله من 100 سنة وزيادة فاتت بنفس وكله بيشرب من نفس النهر. في حادثة شهيرة جدا في تاريخ النادي، كان صاحب موقف تربوي جدا فيه عبد الخالق ثروت باشا. فجأة الأهلي بيستعد لبطولة كأس السلطان حسين، يجي لك 6 لعيبة عايزين نمشي وانت على مشارف مباراة نهائية، أزمة، وستة تقال في الفريق، حد أغراهم للانتقال لنادي تاني وارد أو واضح. كانوا يسموها إيه؟ استقالة. بيقدم استقالة اللي هو طلب الحصول على الاستغناء دلوقتي. فيجي لك 6، طبعا لا في لا عقود ولا احتراف ولا الكلام ده دلوقتي، فمن حقهم يمشوا، بس بيجوا لك في توقيت قاتل. لا مش من حقهم يمشي، لازم ياخدوا، لازم ياخد موافقة على على الاستقالة، يعني يا تديهم ما تديهمش. طيب تديهم ولا ما تديهمش، وعندك مباراة نهائية، ودول مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة، دول 6. فبيتقدم للنادي الأهلي طلب من محمد أفندي شكري، كامل أفندي طه، حسن أفندي الصعيدي، رياض أفندي شوقي، عباس أفندي صفوت، وعبد الحكيم أفندي علي. قدموا طلب لإدارة النادي، عايزين ناخد الإيه؟ تقديم استقالة من النادي. إدارة الأهلي، إدارة عبد الخالق ثروت، حست إنه الهدف واضح، عندهم رغبة للانتقال لنادي تاني، فاجتمعت اللجنة العليا للنادي لمناقشة الموقف. كانت تقدر زي ما أنت لا مش هموافقين وتفضلوا. لا مش تقدر، ده الواقع كان بيقول، المصلحة بتقول لا مش وقته. لكن هو عمل إيه؟ مع السلامة. وهي الاستقالة هنا لأنه مرتبطة بالعضوية، خدوا بالكم، يعني هو كمان بيلعب بوصف عضو كمان في النادي. فتجتمع اللجنة العليا، لا مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة قبل المباراة النهائية، مع السلامة للستة، والأهلي مش هيترجاكوا ولا هيقول لكم اقعدوا، انتوا عايزين تمشوا اتفضلوا. فكانت النتيجة، تقرر قبول الاستقالة الجماعية للستة مع حرمانهم من دخول النادي سنة كاملة، انت كمان كعضو مش هتخش النادي لمدة سنة كاملة. بعد كده إدارة النادي قبلت طلب التراجع، لأنه قدموا طلب مكتوب، أربعة منهم تراجعوا، أربعة قال لك احنا غلطنا، وقدموا طلب لسحب الاستقالة أو التراجع، وتم القبول بتاعته، تم قبول تراجعهم. الأهلي هنا لوافق حد يلوي دراعه، ولا غلب المصلحة الفنية على المصلحة التربوية، ولا قال للناس دول بس اهدوا شوية واستنوا شوية ونعدي المباراة وبعد كده نتكلم، احنا عندنا مباراة نهائية، ولا طلباتكم ايه، ولا طب شوفوا انتوا عايزين ايه واحنا نتفاهم؟ لا، مش هتلوي دراع الاهلي، ومش هتختار توقيت حرج قبل مباراة في نهائي كاس السلطان عشان تيجي تقدم استقالة عشان تفرض شروطك، لا ما يحصلش. عشان كده زي ما بقول لكم دايما وابدا، كلمة انه المبدأ قبل البطولة هو ده. النهاردة يا أستاذ إبراهيم، من فترة كده تقدم لي طالبات من الجامعة الكندية قسم الإعلام، مشروع بتاع السنة النهائية بتاعهم، انه يعملوا معايا لقاء عشان يتكلموا عن النادي الأهلي وعلى التجربة، جزء من التجربة بتاعة التسويق والكلام ده. قابلتهم في أهل الشيخ زايد، فسألت سؤال وكأني أستشرف إن إحنا هنعمل الكلام ده النهاردة. إيه الفرق في الرؤساء المتتاليين في إدارة النادي الأهلي؟ إيه الخيط اللي بيربط الناس دي كلها؟ قلت لهم كل اللي بيجوا، يعني كان تحديداً كابتن صالح، كابتن حسن، الكابتن خطيب. لأن الثلاثي من مدرسة واحدة. قلت لهم هم وغيرهم هتجد الرابط بتاعهم التمسك بقيم وتقاليد عريقة لا يمكن التفريط فيها، محدش عنده طرف
أو حرية أنه يخرج برا الإطار العام، ولكن كل واحد بشخصيته بأسلوبه. وشرحت لهم الفرق في أسلوب ده وأسلوب ده وأسلوب ده، لكن التلاتة شديدي التمسك بكبرياء الأهلي وقيمه وتقاليده، وإزاي أن السلوك الرياضي وإعلاء القيم والتقاليد يسبق النتائج. احنا بنقول الكلام ده كتير يا جماعة، هو ده اللي هيحفظ لنا على النادي الأهلي. صدقوني الأهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم، وده جزء من عظمة النادي الأهلي. وخدت الأمثلة كتيرة بقى من ضمنها حاجات زي كده. عبد الخالق باشا ثروت توفي في باريس أثناء زيارته، كان بيزور باريس كمسؤول، توفي في 22 سبتمبر 1928، يعني بعد ما ساب النادي الأهلي أو رئاسة النادي الأهلي بست سنين، وتوفى زي ما قلت لكم عن 56 سنة. كتبت الصحف: مات ثروت في البقاء لله والعزاء لمصر. كان التكريم الكبير لعبد الخالق ثروت باشا لما كتب الكاتب الكبير سلامة موسى عنه مقالة سنة 27، كتبها قبل وفاته بسنة بعنوان الخمسة العظماء في مصر. وده مين ده؟ سلامة موسى لما يقول الخمسة العظماء في مصر، كان مقال مهم جدا، وكان قيمته انه عبد الخالق ثروت كان على قيد الحياة، حط اول الخمسة العظماء في تاريخ مصر عبد الخالق ثروت. في السياسة صاحب الدولة عبد الخالق ثروت باشا، وحط طه حسين في الأدب، وحط أحمد لطفي السيد في الوطنية، وحط طلعت حرب في الاقتصاد، واحتار يختار الخامس فحط علامة استفهام. برضو عبقرية إعلامية. طبعا ده يعني سلامة موسى ده رأي. يعني ده درس في الإعلام بالظبط، إنه في الآخر الخامس، لا دول مفيش منافس ليهم. الخامس ده بقى كل واحد يحط اللي هو عايزه، راح حاطط ايه؟ علامة استفهام، اختيار مفتوح، مفيش حد عارف. لا وربما يقصد انه الزمن يمكن ان يجود. ما هو ده اللي انا قصدي عليه. ايوه ده هيتحط بعدين. ايوه دلوقتي مفيش حد. يعني لغاية وقتها هو شاف عظماء مصر خمسة، أربعة موجودين والخامس يعلمه الله. دي كانت قيمة عبد الخالق ثروت باشا، الرئيس الثالث للنادي الأهلي بعد عزيز عزت الرئيس الأول اللي ترأس النادي لمدة 8 سنين من 1908 ل 1916. عشان يجي عبد الخالق باشا ثروت يترأس النادي من 1916 ل 1922 ويقدم فيها كل الجهود الكبيرة وكل المواقف، اللي موقف بعد موقف بيرسخ المبدأ ويرسخ القيمة. الناس اللي بتقول لك يعني مبادئ يعني قيم، لا، الأهلي من نشأته هو بيعلم، من نشأته هو بيرسخ، من نشأته هو بيزرع، وبيزرع في أرض خصبة جدا. بعد كل ده تلاقي النهاردة مجالس الإدارة بتتحرك وبتقود وبتقرر وفقا لمنظومة قيم طويلة جدا ممتدة عبر هذه السنوات الطويلة. رحم الله عبد الخالق باشا ثروت يا باشمهندس، واعتقد احنا محتاجين كتير لتدارس مثل هذه الرموز. ما عشان كده انا بقول لك خلينا حريصين، كلما يعني باذن الله هننتزه، يعني كلما سنحت الفرصه نقدم من تاريخ الاهلي احد هذه المنارات اللي هتاخدنا في اتجاه طيب باذن الله. شوفوا لما نبص على الاختيارات لسلامه موسى عن عظماء مصر الخمسه، ألا عبد الخالق باشا ثروت رقم واحد رئيس النادي الأهلي، ولاقي طلعت حرب باشا رائد الاقتصاد المصري وأول من أنشأ فكرة الاقتصاد في مصر، الاقتصاد المصري، تمصير الاقتصاد المصري طلعت حرب، عمل بنك مصر، عمل شركات الأقطان في الغزل والنسيج، عمل البورصة القطن المصرية، كل ما اسمه مصر هو اللي عمل كل حاجة ارتبطت بمصر في الاقتصاد اللي مصرها طلعت حرب، واحد من أكبر المساهمين في نشأة النادي الأهلي. فبصوا قيم النادي الأهلي وتلاحظ أنه طبيعة النشأة بتاعة النادي ورموزه، اللي كانوا بيبنوا النادي هم اللي بيبنوا البلد. شوف عمر لطفي رائد التعاونيات. يعني بصوا فكرة التعاونيات، الفكر الإنساني الكبير جدا. تبص تلاقي طلعت حرب والاقتصاد، عبد الخالق ثروت ودور الكبير جدا في الحركة الوطنية والسياسية، أمين سامي ودار العلوم،
بصوا في كل منهج وكل منحة من مناحي بناء مصر في هذه الحقبة بنات النادي الأهلي. آه، ولذلك هو متجذر، يعني المسألة مسألة مش عشوائية ومش مسألة كورة، لا دي مسألة إنه يمثل قيمة عظيمة جدا الناس بتلتف حواليها، وهو عليه كده، عشان كده عليه مسؤولية. أستاذ إبراهيم، لازم دايما تبقى تصرفات الأهلي على قدر هذه المسؤولية، لازم كل الأجيال اللي تيجي تتمسك بهذه التقاليد، لازم كل إنسان جوه النادي الأهلي يشعر بقيمة المكان اللي هو فيه ويكون على قدره ويبقى في رقبته، إنه ما يخرجش على النظام وعلى حاجة تشرخ هذه الصورة المضيئة جدا اللي يعني بتؤدي واحدة من أهم الأدوار الوطنية في البلد. 8 من مؤسسي النادي الأهلي أسسوا الجامعة المصرية. بصوا الإسهام الحضاري التاريخي لرموز النادي الأهلي في بناء المجتمع المصري. عشان كده أتمنى على كل الجماهير، حتى الجماهير الشباب في السوشيال ميديا، يا جماعة الأهلي لا يقارن بحد. حافظوا للأهلي على قيمته في أنه لا يقارن بأي حد. كل نادي له ظروفه وله طبيعته وله خصائصه وله مرحلته وله تاريخه برضه اللي يحترم، لكن جمهور الأهلي لازم يعتز بقيمة النادي الأهلي غير القابلة للمقارنة بأي حد، مش ترفعا ولا تعالي. خصوصيته دي خصوصية النادي الأهلي، دي طبيعته ودي مكانته ودي قيمته، ولذلك مع كل الاحترام والتقدير لكل الكيانات الشعبيه الرياضيه المصريه. واحنا يا استاذ ابراهيم لما بنكلمهم ولادنا بنقول لهم حبوا الاهلي زي ما لقيتوه. اه، لان انتوا ما لقيتوهوش، هما ما اتخلقش السنتين بتوعنا الثلاثه دول عشان احنا نحركه في اتجاهات احنا عايزينها. اها، كل واحد عايز الاهلي يتصرف طبقا لرؤيته، والا يزعل والا يهاجم الـ الكيان ويهاجم المسؤولين اللي فيه. لا، حبوا الاهلي لان الاهلي ده حصاد مجموعة وتراكمات كتيرة جدا من مواقف وتصرفات وقرارات وسياسات كلها تصب في تدعيم فكرة الشموخ، السلوك الرياضي السليم، المنافسة الشريفة، الإيثار، العمل الجماعي، الأهلي فوق الجميع، فوق جميعنا، فوق جميعنا، الأهلي فوق جميعنا، جميع من ينتمي للأهلي فقط. لكن الأهلي وهو بيشتغل ايه؟ لصالح مصر، بيمصر الرياضات عشان مصر، بيلعب عشان مصر. اذا الاهلي هو الترس الاكبر في دايره الرياضه المصريه عشان مصر، فده المعنى اللي لازم الناس تحافظ عليه. لما بنقول كده يا جماعه ما احناش هناخد حاجه معانا، احنا بنقول لكم اللي شفناه وذاكرناه وقريناه وتربينا عليه. عشان كده ارجوكم حافظوا للأهلي على قيمته غير القابلة للمقارنة بأي حد، مع كل الاحترام والتبجيل والتقدير للجميع، لكن قيمة الأهلي، خصوصية الأهلي، طبيعة الأهلي تخليكوا فخورين جدا بالنادي الأهلي. مش هتكلمنا شوية وهندردش شوية في موضوع المنتخب الأولمبي طب أنا عايز أطمنك على الأهلي قبل السفر مع كابتن سيد عبد الحفيظ مش على التليفون، هو سيد قافل تليفوناته لأنه واضح بيجهز للسفر، ممكن يبقى في المطار دلوقتي. لكن كاميرا قناة الأهلي كانت مع كابتن سيد في اسكندريه بعد المباراه، هو والكابتن سامي ومصان المدرب في الجونه نطمنكم من خلالهم على الاهلي بعد الرباعيه الممتعه وقبل السفر للرحله ان شاء الله السعيده. الحمد لله. طبعا يمكن المباراه كانت في منتهى الاهميه بالنسبه لنا، جاي من فتره توقف او فتره غياب عن المشاركه الاساسيه، جاي من لعيبه جايه من المنتخب الاول، لعيبه جايه من المنتخب الاولمبي، لعيبه جايه من منتخبات بلادها، كنا في فورمه كويسه قوي الحمد لله. لكن انا قلت حتى قبل التوقف، قلت رغم ان التوقف بعيد قوي لكن احنا كمان هنستغله بشكل ايجابي. كان مهم ان احنا نروح معسكر الامارات، مش كل حاجه فني، في حاجات تدريبات وفي حاجات تكتيك وكل حاجه، لكن في النهايه برضه في قرب في الفكر كان محتاجه جدا الراجل، كان محتاج القرب ده، كان محتاج ان احنا نقعد في معسكر من غير اي ضغوط ومن غير اي مباريات رسميه، نقرب من بعض بشكل كبير قوي، وده اللي كان الهدف من مباراه او معسكر دبي. الحمد لله كملنا المباراه رغم الغيابات اللي كانت موجوده في مشاركه اللعيبه الدوليه على كل المستويات، لكن الحمد لله رب العالمين كمان فصل اللعيبه النهارده بشكرهم عليه تركيزهم واصرارهم وطريقه دخولهم في اللقاء، دخلنا في اللقاء بشكل ايجابي جدا جدا الحمد لله. كنا بنتمنى تكون المباراه هي مش مباراه الجونه، تكون مباراه في الجدول الجزائي
زي ما هي كانت متواجده كابتن سيد، لان خلاص النادي الاهلي اتعامل مع هذا الامر. انا يعني محيرني جدا الحقيقه الموضوع ده، يعني انا بلعب الجون النهارده ليه؟ يعني في الترتيب اللي هي مباراه وادي دجله الاساس، ولو الهدف انا مش معترض على فكره، بس انا عايز افهم يعني ليه بلعب النهارده مباراه الجونه يوم 25 في الجدول، هي مباراه وادي دجله اساسا يعني في القاهره، ثم هسافر بعد كده لتونس. لما تحول الموضوع للجونه وانا برضو مش معترض، لكن افهم يعني هل المقصود ان ترتيب الجدول ما يتغيرش؟ طب اذا لو ترتيب الجدول ما اتغيرش بدليل ان احنا لعبنا مباراه الجونه النهارده، يبقى المباراه اللي جايه بالنسبه لي هي وادي دجله. انا ما اعرفش النهارده جالي جواب ان انا هلعب يعني مباراه الكاس مع بني سويف يوم 3. طب المباراه اللي جايه مع مين؟ يعني المفروض بالترتيب ده يبقى هلعب مباراه دجله والمنافس او المنافس يلعبوا بنفس الترتيب، ما تتحولش مباراه دجله لمباراه مؤجله لاخر الموسم بنفس الاسبوع، فتلاقي مباراه مهمه كانت المفروض تتلعب اتاجلت بعد كده لفتره طويله. لو هو ده الهدف من الترتيب انا معاك برضو ما عنديش مشكله ولا بعترض، لكن طالما ان لعبت النهارده الجونه وكان عليا ان انا ادبر اموري واشوف طياره خاصه واشوف طياره تطلع من هنا لتونس، رغم ان القرار ده اتعمل واحنا عارفين كويس قوي ان احنا نلعب النجم الساحلي يوم 29، برضو مش معترض، هلعب النهارده وهبات هنا النهارده وبعد كده هسافر لتونس، رغم ان المفروض كنت العب وادي دجله، مش معترض. بس اذا مفيش تغيير بقى في ترتيب الجدول، يعني ايه؟ يعني انت خليت الجون عشان الجدول يبقى منتظم ومرتب، انا معاك، بس كمان هلعب مباراه دجله ونفس المنافس او المنافسين يلعبوا بنفس الترتيب، ما تتحولش مباراه دجله بالاسبوع بتاعها بالمنافس بتاعي او المنافس بتاع او الناس المنافسه، ده مش عدل. كل المباراه اللي جايه تبقى مباراه دجله والمنافس يلعب في نفس الاسبوع بنفس الفرقه اللي كان هيلعبها، ما تتحولش الاسبوع ده هو اللي يبقى مؤجل لاخر الموسم يعني. بس زي ما انت قلت فعلا مهمه جدا ان انت تفصل، لكن الاهم اللي انت بعد فتره التوقف ديت كانت صعبه جدا علينا، كنت وصلت لمرحله فنيه كويسه وبدنيه وخططيه الحمد لله كنت كويسين جدا، فان انت ترجع بالحاله دي برده الحمد لله تحسب لمستر فايلر والجهاز الحمد لله، والمعسكر اللي احنا عملناه برده الحمد لله جاب مدلول كويس للعيبه، وعندنا مكاسب كبيره جدا النهارده، واتمنى ان شاء الله الاستمراريه فيها ان شاء الله باذن الله. بشكل عام يعني ابرز التعليمات كانت ايه؟ انا عارف ان اللعيبه كانت مركزه بشكل كبير جدا في المباراه، والجو كمان ساعدنا لان عارف ملعب الجونه بيبقى الهواء صعب جدا فيه، لكن في ظروف كتير جدا النهارده كان التوفيق معانا بشكل كبير يا كابتن. الحمد لله دايما التوفيق بيجي اللي بيجتهد واللي بيتعب، يعني الحمد لله كان احنا اشتغلنا كويس الفتره اللي فاتت جدا، والراجل كان بيتكلم اللي مهم جدا البدايات دي، يعتبر بدايه مرحله جديده لينا، مباراه مهمه جدا خارج ارضنا، ثلاث نقاط مهمين جدا، حاله فنيه الحمد لله مرضيه جدا لينا، يعني اهداف الحمد لله برده نفس القصه كويسه، فاعتقد الحمد لله يعني ان ثمار الفتره اللي فاتت دي جابت نتيجه، وان شاء الله اتمنى ان شاء الله بقى نفصل زي ما انت قلت المهم جدا النهارده، ونبدا نستعد ان شاء الله بقى لمباراه النجم الساحلي وبطوله جديده وتحدي جديد ان شاء الله لينا. اكيد يا كابتن اخد من كلامك تحدي جديد وحلم كبير جدا لكل جمهور النادي الاهلي، المباراه في تحضير ليها بشكل كبير وهي مباراه النجم الساحلي، خلاص بكره مسافرين مباشره، كيف ترى هذه المباراه في رادس مش في النجم؟ خلينا احنا بنلعب ما بتفرقش معانا يا كابتن الموضوع ده، اي ملعب النادي الاهلي متواجد فيه طبعا ما بتفرقش معانا، لكن برضو الحمد لله دي حاجه ايجابيه لينا، لان هم معظم لعبهم في ملعبهم في سوسه، والملعب انت عارف يمكن اصغر شويه من ملعب رادس، فالحمد لله اعتقد المساحات دي برضو بتفرق معانا، احنا الحمد لله حالتنا بدنيه كويسه، بدايه مهمه جدا، لكن انت عارف النادي الاهلي بكل المباريات بالنسبه له مهمه جدا، يعني اتمنى ان شاء الله يبقى عندنا نفس الاستعداد ده ونفس الروح دوت اللي احنا فيها، وان شاء الله اتمنى نحقق المطلوب من الماتش ان شاء الله باذن الله. شكرا. الحقيقه يعني اللي هاخده من كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ، هو اتكلم خطف كده على المباراه وشكر لعيبته، كلنا بنشكرهم، بنشكر الجهاز الفني، ولكن انا بتساءل معاه لامتى هنفضل عايشين هذا المجهول الغامض، ان احنا مش عارفين نبني خطط فنيه مستقره على جدول مستقر منضبط معروف محدد متروكه برضو لل، وهو ده اللي بيصير الارتياب وبيخلي الناس تتضايق وتحتاج وتتصور ان في شيء مريب في الموضوع. نتمنى الشفافيه تبقى عنوان الفتره القادمه. طبعا سامي قمصان راجل رصين جدا وطمنا على الفرقه، ولكن تاني كيف رايت المنتخب الاولمبي؟ رايته في مكاسب اغلى من الذهب. صحيح خدنا تأشيرة السفر لليابان، صحيح تأكد مشاركة المنتخب الأولمبي في دورة طوكيو الأولمبية، لكن مين قال إن هي أملة كبيرة؟ المشاركة الكروية في الأولمبياد دي للمرة الـ 12، فمش غالية غلو كأس العالم، مش عزيزة علينا زي كأس العالم اللي ما بنروحوش كتير، لكن هذه البطولة أو هذه التصفيات قدمت لنا
ما هو اغلى من الذهب، اغلى من تذكره التاهل. حتى لو رحنا خدنا كاس الميداليه الذهبيه في طوكيو، احنا خرجنا بمكاسب كتيره كبيره. ان انت تنظم بطوله للمره الثانيه في سنه واحده، بطوله افريقيه فيها هذا الحجم الكبير من الحضور الجماهير الرائع جدا، هذا التنظيم الدقيق، هذه الحاله الامنيه اللي افرزت شركه وطنيه، الشركه الافريقيه للامن اللي تكون معنيه كشركه لتامين المباريات وتنظيمها، انك تلاقي نجاح لشركه تذكرتي في تسهيل حضور الجماهير بالانسيابيه اللي انتم شفتوها، ان انا الاقي كل الاشقاء الافارقه المشاركين عندهم سعاده كبيره جدا في وجودهم في مصر. هي دي اهم مكسب، اعادت الينا البهجه والامل. البهجه في المدرجات والامل في الغد، لان طبعا مع النتائج المخيبه للامال بتاعه الفريق الاول، ماتشين ما قدرناش نكسبهم، كان في الافتتاح عزوف جماهيري كبير جدا. ولذلك انا دايما اقول، هو احنا ليه لما نرمي طوبه الحاجه تجيلنا؟ ما حصلش اندفاع ناحيه الملاعب، لكن الفريق ده بادائه بروحه بشيء اتولد جواه، ربما ما كانش يعني حد منتبه له. يعني تبص تلاقي سمات قياديه تظهر من خلال رمضان صبحي، وكانه المحنك اللي بقاله سنوات في قياده منتخب بلده، راجل فعلا بيكتسب وبينضج فنيا انسانيا في سن 21 سنه، يقود زمايله. بس انا مستغرب يا اخي، تصور رمضان ده برضو عايزين نشوف لا يكون في حاجه غلط. تصور انه لسه مواليد 97، ما زال مواليد 97. ايه ده؟ هيفضل طول عمره كده ولا ايه؟ حقنا نعرف يا اخي. طيب، الكتكوت الفصيح من البيضه بيصيح. شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لابد من عرضه، لانه هنا بتبان الموهبه وهنا بيبان التنبؤ بقيمه الموهبه. رمضان صبحي وهو طفل صغير قوي كان في ضيافه الكابتن محمود الخطيب والكابتن خالد بيبو، اكيد شفتوا ده، لكن هوقفكم عند الفيديو ده لانه فيه اكتر من دلاله مهمه نشوفه. ازيكم يا شباب؟ عارفين كابتن خالد طبعا. حميد اسمك؟ رمضان صبحي. كام سنه؟ 10 سنين. ازيك يا رمضان؟ اتفضل يا شباب. ومعانا ثلاث شباب، عندنا شريف ومحمد ورمضان. طيب احنا دلوقتي المسابقه بتاعتنا عشان نبتديها بقى على طول. يا خالد. ثلاثة. برافو. خمسة. برافو عليك. اختار انت واحدة قول لنا عليها. أربعة. أربعة. تاخد السهل انت. لا ما دخلتش. يبقى الاثنين من ثلاثه. دلوقتي قدام حضراتكم نتيجه مهاره التسديد، قدام حضراتكم على جدول كده في الشاشه، في شريف ومحمد ورمضان، ورمضان جاب اثنين من ثلاثه. دلوقتي ميعادنا مع مهاره التحكم في الكوره، واللعيب كل واحد من الاولاد الصغيرين معاه دقيقه، هتبتدي مجرد ما يبتدي هو هتبتدي الدقيقه بينطق كام مره في الدقيقه. ابدا يا رمضان. واحد، يلا، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. حقق كده الرقم بتاعه. برافو عليك، برافو عليك. شكرا يا عم رمضان. شكرا. طيب خلاص. خلاص. شكرا يا عم رمضان. الو سيب. سيب انت الاول. اتفضل يا عم رمضان. دلوقتي عندنا المهاره الثالثه اللي في الملعب، او اخر مهاره في الملعب، مهاره الاستلام، استلام الكره او التحكم في الاستلام ومع التنطيق. احسن احسن احسن. برافو. تمام 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 تمام. برافو عليك. كفايه. تمام. هوب. كويس كويس. تمام 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 تمام. برافو عليك برافو عليك. تمام رمضان. هاي رمضان. برافو عليك. ها واحد. برافو. كويس
تمام 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 بس كفايه يا حبيبي. برافو عليكم يا شباب، انتوا ثلاثه كويسين. دلوقتي برضو قدام حضراتكم على الشاشه نتيجه التحكم في استلام الكره او مهاره استلام الكره. طبعا رمضان عمل كويس قوي، خد ثلاث درجات نهائيه، وبرضو شريف ومحمد برضو يمكن عشان حارس مرمى فيعني وقعت منه في واحده او في اثنين. شفت الجول كويس؟ ايه رايك؟ ايه الحلو اللي عجبك في الجول؟ احلى حاجه اللي الكابتن لما بيضغط ويتضغط بيبقى احلى حاجه فيه. فهو ضغط وخد الكوره وراح هو والجون، فعملها كده بسن رجله سنه قدام، راح هو ايه اسرع من المدافع. راح خد الكوره راح حطها بدقه بسن رجله في الجون. دي كانت نهايه مسابقه الشباب الصغار بتاعنا، وان شاء الله لعيبه المستقبل باذن الله. وعايزين نقول النتيجه بتاعتهم. شريف 8 درجات النهائيه بتاعته 8 من الاربع مسابقات، ومحمد 7 ورمضان 10. كده يبقى رمضان كان رمضان هو الفايز. مبروك يا كابتن. مبروك مبروك يا كابتن. والشباب التانيين كل واحد عمل اللي عليه وعملوا بيكم. برافو عليكم كده. برافو عليكم برافو عليكم ما شاء الله. يعني طبعا لقطة بتوضح كل شيء. الموهبة لما تفرض نفسها من صغرها وتلفت الأنظار والتنبؤ يكون في محله من عين خبير. شوف الزمن، كابتن الخطيب يبقى رئيس النادي، كابتن خالد بيبو عضو لجنة الكرة، ورمضان صبحي أحسن لاعب في أفريقيا في كأس، وكابتن المنتخب الأولمبي، كابتن المنتخب الأولمبي. لا وشخصية بتفرض نفسها على وجود الكرة ودلوقتي الحقيقة يعني حتى الربع ساعة اللي نزلها كنا نتمنى يبقى في وقت عشان نقول لكم المدرب يعني اللي اكتشفه وحكى قصته. والحقيقة يعني قصة رمضان تبين انه مدربين قطاع الناشئين لازم أن يتنقلوا بين الأندية الشعبية، لانه رمضان في ارض اللواء. انت كان لك علاقة بالموضوع ده؟ لانه الراجل حكى حاجة انا ما كنتش اعرفها. انا في الطلبية في الهرم الناس دايما يكلموك انه في ولاد موهوبين كتير كتير، فقلت لكابتن بدر رجب ساعتها، فقال لي طب انا هجي لهم نادي الطلبيه واخليهم يعملوا تجمع لكل المراكز المحيطه، فجاب ناس كتيره. انا فوجئت ان المدرب بتاع مركز شباب ارض اللواء اللي قدم رمضان حكى الواقعه. قال الكابتن بدر رجب جه الطلبيه عشان يختار مواهب، فجمع كل مراكز الشباب فخد رمضان منها بقى رمضان. هنا لازم المدربين قطاعات الناشئين يتحركوا. لانه الحقيقه في ناس كتيرة جدا ما بتجيلهاش فرصة أبدا إنها تنتقل لاختبارات الناشئين، فأتمنى إن يكون التنقيب مستمر، لأنه ثقة تامة ويقين إن الموهوبين في الكورة من المهمشين كتير جدا محتاجين فرصة. هل لديك أقوال أخرى؟ بتهيألي إحنا وصلنا نهاية داهمنا الوقت. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 11 مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.